صباح الورد والياسمين على كل المستمعات لالا مولاتي، نتمنى انكم تكونوا على خير دائما ومرافقيننا في برنامج لالا مولاتي، برنامج المراه الطفل والاسره ومع فقرات متنوعه. اليوم من خلال شيوات لالا مولاتي غادي تشارك معنا المستمعه ام رياض نور اللي يعني قدمت البارح من عندها تورته بالتفاح والكريمه واللي نتمنى انكم تجربوها لانه كتجي زوينه بزاف، واليوم وجد لنا اقتراحات مميزه جدا، نتمنى انكم تكونوا في الاستماع ان شاء الله وتسجلوها. كذلك غادي نتعرفوا معنا على الفائزه اليوم في المسابقه اللي يومية، وغادي نقترح عليكم خبيزات الكوتي بالزيتون وبالزعتر، ويمكن انكم تنسموهم باش ما بغيتو كيجيو هشاش ومناسب للكوتي. وفي موعد ثابت رفقة خبيرة الشعر والتجميل حورية شويخ، اليوم غادي نكملوا في موضوعنا حول العناية بالاظافر ديال اليدين والقدمين. ومرحبا بكل تساؤلاتكم التجميلية، اللي عندكم اي تساؤلات تواصلوا معنا ابتداء من 11 ل 12 على 0522 88 00 60 61 62. لحظة مستمعنا غادي نتوقفوا مع فاصل غنائي وغادي نرجعوا مباشرة لشهيوات لالا مولاتي. كنجدو الترحاب والتحية الصباحية لكل مستمعنا الأوفياء وخاصة اللي عاد التحقوا بنا اللحظة، وغادي نمشيو مباشرة لشهيوات لالا مولاتي عند المستمعة أم رياض نور، وغادي نتعرفوا على الشهيوات اللي غادي توجدنا اليوم. صباح الخير أم رياض. صباح النور حبيبتي. لاباس عليك، صبحتي على خير؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك، مرحبا بك معنا اليوم في البرنامج، اول مشاركه لك، ونتمنى نبقاو دائما على تواصل، ومشكوره جدا على يعني كل هذه الاقتراحات اللي غتوجدي لنا اليوم. ان شاء الله حبيبتي اللي خطيك، نتمنى يكون عندك حظ الجميع. اكيد ان شاء الله، مرحبا. الله يبارك فيك. تفضل ام رياض. غادي نقدم واحد الشفه مالحه كتجي لذيذه بزاف، مذاق الحوت. واخا غنقول اولا طريقتي في الشفه اللي كتكون سهله، كتوجد في ربع ساعه. عاد غنقول الخلطه ديال السمك واخا مالحه ان شاء الله. بسم الله. عندنا كيلو ديال الشفه رقيقه، كندهنها بنص كاس ديال الزيت وكنعملها في الفور. نقطع الخط الا سمحتي، نقطع الخط للاسف بام رياض نور، وغادي نرجعوا نتواصلوا معها مره اخرى ان شاء الله. ام رياض نور اول مشاركه لها معنا في البرنامج، والبارح كنت قدمت هذيك الكيكه بالكريم باتيسيير يعني بالكريمه وبالتفاح، واللي نتمنى انكم تجربوها ان شاء الله. وكاين بعض المستمعات اللي كانوا يسولوا عليها، فراه غادي نعاودها من خلال التواصل في البرنامج، نعاودوا هذا الاقتراح باش تكون عندكم فرصه انكم توجدوها مره اخرى. فغادي نرجعوا نتواصلوا مع ام رياض ونور، وغادي نتعرفوا على السفه المالحه. كيف قالت لنا يعني السفه كنعرفوا انه كتفور يعني خمسه سته المرات باش كتجينا هكا نازله طايعه، ولكن كاين اللي كيخوي عليها الماء سخون، وكت خاصة واحد يعني إلا بغينا نقولوا حركة خاصة. فمع أم رياض اليوم نعرفوا الطريقة ديالها. تفضل أم رياض. بسم الله. كنحتاجو كيلو ديال الصفة رقيقة. إييه. كندهنوها بنص كاس ديال الزيت. كنعملوها تفور مرة 10 دقائق. إييه واخا. من بعد كنكون دايرة واحد الطنجرة فيها الماء كيغلي. كناخد الصفة ديالي كنحلها، غادي من بعد ما فارت. إييه. كنزلها بديك الطنجرة. كتخويها في ديك الطنجره اللي فيها الماء مغلي. نعم الطنجره. واخا. كنحاول نحلها بواحد الفرشيط. اييه. خمسة دقائق. لا دابا نديروها في ذاك الماء مغلي ياك؟ نعم دابا الاول فات لنا 10 دقائق. اييه وحليناها. حليناها في القصعه. واخا. عفوا ذاك الماء كندير فيه جوج معالق ديال الزيت، نسيت. اييه. وملعقه ديال الملح. فيها جوج معالق ديال الزيت وشويه ديال الملح. اييه. نعم باش ما تلصقش لينا. واخا. كنفلغ ديك الصفه ديالي. الو الو كنسمعك. اييه كتفرغي قلتي لنا السفه في الطنجره اللي فيها الماء. اييه واخا. اها كنحرك بالفرشيط. اييه خمسه دقائق. واخا بحال كنحل فيها، بحال وانا كنحرك دائري بحال كنحل فيها. اييه. من بعد كدوز خمسه دقائق كنصف فيها الكسكاس عاود. كنصف فيها وكنحلها مزيان باش ما تعجنش. وكنعاود نفورها الفوره الثانيه والاخيره. اييه واخا. ملي كتفور الفوره الاخيره كنحطها في القصعه، كندير ليها الزبده. اما كنقدمها هكا بالكاوكاو او اللوز والسكر كلاصي والقرفه، او كندير ليها مثلا مملحه مثلا بحال الطريقه اللي عندي انا في الدغميره ديالها. واخا حنا نتبعوا معاك الحشوه مالحه ان شاء الله. واخا بالنسبه للحشوه ناخذ واحد المقله او طنجره. كنديروا نص كاس ديال الزيت. اييه. جوج بصلات مشلضين.
ثوم مدقوق، ايه ثومه، ثلاث الالوان يعني احمر وصفر وصفر معروفين، ايه خيزو وقرعة محكوكين جوليان، كندير نص علبة ديال شامبينيون، نص كيلو ديال صدر ديال الدجاج او لا داند مقطع رقيق، واخا، قزبر معدنوس مدقوق. بالنسبة للتوابل عندنا ملح، ابزار، كمون، تحميرة، سكنجبير، دامة زعفران، الخرقوم بلدي، ايه وملعقة كبيرة من توابل السمك، هذه ضرورية عند العطار كتباع. ايه كتباع واجدة فعلا. نعم، مع التحريك كنضيف نص كاس ديال الماء، وجوج معالق ديال طماطم مركزة، زيتون أخضر دوائر، جوج علب من الطون، طون يعني يزعل الماء لا بلا ما نذكره. ايه الطون، ايه وثلاثة من الجبن المثلث يعني فرماج فرماج مثلث مع التحريك. دغيا كطيب هاد الحشوة تقريبا ما كملش ربع ساعة لأن كلشي يكون خفيف. من بعد كناخد السفة ديالي وكناخد نصف مقدار ديال الحشوة، كنخلطها مع السفة وكندير طبق التقديم، ايه والنصف الآخر كنديرو من الفوق وكنحط عليه فرماج غاطي يعني فرماج محكوك، وكتقدم كتجي هاد السفة اللذيذة بزاف وهائلة، أيه. واحد مذاق رائع يعني بحال كتاكلو بصلة ديال الحوت ان شاء الله. بصح فعلا تعودنا على السفة يعني حلوة ومن الملحة نعم. كتجي مزيانة الله يعطيك الصحة، وحشوة ساهلة يعني ديك الخضيرة عندك خيزو القرعة الفلافل يعني ممكن يكونوا حاضرين في الثلاجة يعني ممكن يعني كلشي كاين اخر لحظة ممكن نصيبوها، وخاصة يعني بطريقة ديال السفة هكا اللي كيعي جوج المرات تبارك الله عليك. الله يبارك فيك يا حبيبة. نمشيو للاقتراح الثاني من عندك ام رياض نور. بالنسبه لي عندي بما اني انا تعرف بالعصائر عندي واحد العصير كوكتيل راني مسجله في القناه ديالي ولكن غنعاود نقول انه زوين بزاف. تفضلي. كنحتاجو نص كيلو ديال البعويد يعني نقاص، نص كيلو ديال البنان، جوج بانيت فاني او ياغورت، المهم ياغورت فاني اصفر كريمي، جوج ياغورت فاني كريمي. نعم، كاس ديال عصير البرتقال. عندي لتر ونصف من الماء، حامضة كبيرة، ايه جوج مينان الجبن المثلث، جوج فرماجات مثلثين. كناخذ الاجراس ديالي او البعويد، كنقطعو بالقشور ديالو كنحيد غير العظومة، مفهوم، وكنطحنو معيطو ديال الماء، وكنضيف ليه عصير ديال الحامضة، من بعد كنصفيه وكنرجعو للخلاط، نعاودو نطحنوه، نعاودو كنضيفو ليه الموز يعني منقي، ايه نضيفو ليه كاس ديال عصير البرتقال والسكر، وكنطحنو، ايه من بعد نقدر نضيف ليه نصطو ديال الماء باش نزيد الكمية ديالو لأنه كيجي عاقد، ايه على حسب كل واحد كي كيبغي. كيجي كوكتيل رائع يعني ما كيبانش بحال فيه حليب ولكن هو بدون حليب يعني واحد اللون واحد المذاق لا يقاوم، يعني غير البعويد والبنان وياغورت فاني كريمي وعصير الليمون و اترونس د الماء والحامض. ايه نعم حامضه اللي بغات تشوفوا تشوفوا تدخل القناه وصفات ام رياض نور تشوفوا ان شاء الله راه سهل في التوجد ديالها ان شاء الله. ان شاء الله غنقدم لكم واحد التحليه الا كان باقي الوقت للتفاح. ايه بما ان موسم التفاح. ايه فعلا. كناخذوا كاس ديال المولينكس. ايه خلاط كهربائي. واخا خلاط كهربائي كنديروا فيه نصطو ديال الحليب مع جوج تفاحات نقيين ومقطعين. ايه كنطحنهم مزيان ثم كنصفيهم وكنديرهم في كاسرول، ايه مع خمس ملاعق من السكر، واحد فلون فاني، ايه جوج ملاعق كريم باتيسيير، وكنعملهم فوق النار واخا طبعا مع التحريك المستمر باش ما يلصقش داك الشيء. واخا نعاودوا الا سمحتي باش المستمعات يسجلوا معنا. ايه نعم، في كاس الخلاط كنعمل فطور ديال الحليب مع جوج تفاحات نقيين ومقطعين، كنطحنهم مزيان ثم كنصفيهم ونعملهم في كاسرول مع خمس ملاعق من السكر، واحد فلون فاني، جوج ملاعق كريم باتيسيير بودرة، كنعملو فوق النار مع التحريك المستمر، كنسموه اما بالقرفه او الفاني او تاع نسمه الزهر.
ايه هو كيمشي مزيان واخا. عم كنخليه مع التحريك حتى كيختال، وكنفرغو في كؤوس وكنعملو في الثلاجه. من بعد كنخرجو كنزينو بصوص الكراميل وشرائح التفاح. التحليه كتجي هائله وخفيفه بزاف، ايه وسهله في التحضير. سهله في التحضير. تبارك الله عليك، الله يعطيك الصحه. الله يبارك فيك، باقي الوقت ما باقيش. باقي عندك شي اضافه؟ عند غير نطيلة صحية. ايه واخا شكلات الدهن. ايه شكلات الدهن. نعم باش شكلات الدهن واخا. ايه كنا ناخذ نص سترو ديال الحليب يكون مغلي من قبل. نص سترو ديال الحليب مغلي من قبل. نعم. كاس ديال الكاكاو بودرة يكون حلو. كاس ديال السكر كلاصي. ايه كاس ديال حليب نيدو. ايه حليب غبرة. نعم ما نذكروا الاسماء. برا صافي اول مشاركه لك، ولكن غادي شوفي ام رياض ونور ماشي مشكل، غادي تعودي ان شاء الله. ان شاء الله تولي تعطي الوصفات بلا ما نذكروا اسماء اشارات. مرحبا. بالنسبه لهذا الشوكولا كيخرج كميه كبيره، يعني كتدي لك شحال وزوين وصحي. علبه ديال الشوكولاته غنيه يعني يكون فيها 70% من الكاكاو. من غير هذيك الحلوه بودره ياك قلتي لنا كاس ديال الاخر الكاكاو، هذا شوكولاته يعني مربعات. واخا هانتي نسيترو ديال الحليب مغلي من قبل. نعم ياك. وهذاك الكاس ديال الشوكولاط حلو. نعم بودره. نعم. اييه داك اللي كنديرو في الحليب الوليدات. نعم نعم. اييه وكاس ديال السكر كلاصي. نعم وكاس ديال الحليب غبره. نعم وعلبه ديال الشوكولاته يكون يعني عندها قيمه يعني هكذاك. علبه ديال الشوكولاط يعني يعني بوطه الشوكولاط اللي يكون يعني الطريفه ديال الشوكولاط يعني يكون الكاكاو ديالها. نعم بالنسبه للكاكاو 70%. يعني عندنا شويه ديال المكسرات يعني كاوكاو ولوز. مكسرات فعلا. اييه القرقاع لوز. نعم اللي حبيت. واخا كنغرب كل شيء في واحد الكاسرول. كنغرب لابد من تغربيه باش كيجي يعني الكريمي. واخا يعني وكنضيف داك الحليب ديال الغليان. اييه وكنعملو فوق النار. كنعملو فوق النار باش نعقمو، لان الشوكولاته خاصها تعقم باش تبقى صابره في الثلاجه ما تخسرش. مع التحريك كنقلح لك تقريبا شي 10 دقائق كتبان لي واحد الفقاعات كتطلع في الكاسرول. كنضيف ملعقه ديال الزبده ليلا معان. ايه وكنحرك ديك الساعه كتولي خاطره، وكنفرغها في العلبه ديالي من الاحسن تكون ديال الزاج، ونسدها وندخلها للثلاجه. معلقه ديال الزبده. معلقه ديال الزبده كتضيفها خارج العافيه ياك؟ نعم خارج العافيه. كتكون باقا سخونه الشوكولاته وانا كنحرك سخونه. نعم يعني هذا الخليط ما كطحني ما والو في الكاسخلات كهربائيه مباشره في كاسرونه. هذه طريقه زوينه وصحيه. يعني طريقه فرنسيه قديمه هذه. واخا وكيجي لي بزاف الشوكولاته كيجي هائله بالولاد كيحماقوا عليا يعني نفضل عندهم. اييه تبارك الله عليك. الله يعطيك الصحه ام رياض ونور، يعني تشرفت المعرفة ديالك ومشكوره جدا على المشاركه ديالك اليوم، واكيد ان شاء الله نبقاو دائما على تواصل، ومرحبا بك في البرنامج. نتمنى انه كل هذه الاقتراحات اللي قدمت لنا ام نور ورياض يعني تسجلوها، اقتراحات سهله وبسيطه جدا في المكونات ديالها وكيجيو زوينين بزاف. بزاف المستمعات كانوا طلبوا شوكولاته الدهن، عطينا بزاف ديال الاقتراحات، فضيفوا كذلك حتى هذا الاقتراح كيف قالت لنا فين السيترو ديال الحليب مغلي من قبل، وكاس ديال الشوكولاته بودره داك الحلو اللي كنديروه الوليدات في الحليب يعني داك الحلو، كاس ديال الشوكولاته بودره داك الحلو، وكاس ديال السكر كلاصي، وكاس ديال الحليب غبره، واكيد كنعبروا بالكاس العنبه او لا اي كاس درنا نفس القياس، يعني ما نديروش قياسات مختلفين شي في زلافه شي في الكاس، قياس واحد ديال الكاس اللي غنعبروا به. السيترو ديال الحليب مغلي من قبل، كاس ديال الشوكولاته حلو بودره غبره، وكاس ديال السكر كلاصي، وكاس ديال الحليب غبره يعني بودره، وباكيه ديال الشوكولات اللي ناخذوها تكون من النوع الجيد، يكون الكاكاو غالب عليها بزاف، يعني الكاكاو النسبه ديالو تكون يعني 70% الفوق طالع، يعني راه كاين تبارك الله انواع كثيره راه مكتوبه فيها الكاكاو يعني معروفه. وغادي نحتاجو كذلك المكسرات اللي عندنا، اللوز قرقاع يعني المكسرات اللي كرتاحوا فيها اللي كتعجبنا مطحونه، وهادو هما المقادير. فغادي نغربلو هاد المقادير كلها، يعني ضروري تغربلو مزيان باش يجينا الخليط كريمي كيف قالت لنا ام نور ورياض، على اساس انه هذاك الحليب هذاك الشوكولاط الحلو بودره، وهذاك السكر كلاصي، وهذاك الحليب غبره، هادو كلهم يتغربلو مزيان، ومن بعد غادي هادوك المقادير كلها غادي نضيفوها على داك السيترو ديال الحليب اللي مغلي من قبل، ونرجعوا كلشي للكاسرونه. يعني غادي ناخذوا هذاك الكاس ديال الشوكولاط حلو بودره نغربلوه، مع كاس ديال السكر كلاصي مغربل، مع كاس ديال الحليب غبره مغربل، هادو غادي نغربلوهم مزيان ونديروهم في كاسرونه، ونخويو عليهم هذاك الحليب السيترو ديال الحليب مغلي من قبل،
ونديروهم فوق العافيه ونزيدوا عليهم هذاك الشوكولات اللي نسبه الكاكاو فيه طالعه ونديروا كل شيء فوق العافيه ونبداو نحركوا ونخليو حتى داك الخليط يولي فيه فقاعات صافي كنعرفوه راه وجد ملي كيولي فيه فقاعات صافي ديك الساعه وحنا كنحركوا خارج العافيه ملي نشوفوا بدا كيدير دوك الفقاعات وبدا كيوجد وداك الشوكولات يعني داب مزيان في داك الخليط وحنا كنحركوا دائما في خارج العافيه ملي نطفيو على البوطه على ديك الكاسرونه وهو الخليط مازال سخون نضيفوا ليه معلقه ديال الزبده وكنحركوا وكنخليوه حتى كيبرد وديك الساعه كنديروه ممكن حتى نرجعوه في هذيك القرعه ديال الدجاج ديال الشوكولات اللي تيبغيوها الوليدات واللي تيحماقوا عليها وما نهائيا ما غيعرفوش واش يعني مشري ولا واش مصايب في الدار. نتمنى ان شاء الله تكون وصلتكم هذه الفكره. بالنسبه للسفه راه اكيد على انه بعض النوبات يعني يا اما كنشهاو السفه او الوليدات الصغار هما كيحماقوا عليها وكيمر بعد النوبات كيطلبوها في شي اوقات يعني ما تيكون الوقت ضيق ولا بعد النوبات كيجيني شي حد على غفله في الدار وكنبغيو ان مثلا ديك الصفه كتجي زوينه بانواع كثيره وحتى في التزيين ديالها بغيتي ديريها تحليه اولا طبق ثاني اولا اي حاجه اولا عشيوه خفيفه كتجي مزيانه. فالصفه يعني على حقها وطريقه من زمان تعودنا لانه كتكون كتفور يعني حتى الستة المرات مثلا سبعة على حساب الصفة. دابا تبارك الله كاين انواع كثيرة ديال الصفة اللي كتكون زوينة فنختاروا الصفة اللي معروفة من النوع الجيد راه حتى مثلا ملي كنمشيو عند العطار اولا اللي كيبيعوا هادشي ديال المواد ديال الحلويات فملي كنسولوا على الصفة المزيانة اولا اللي كيكون عليها اقبال اولا شنو اللي كتمشى مزيان في الانواع الصفة راه كتكون معروفة كيكون حتى هو على دراية كيكون فاهم. فغادي ناخذوا كيلو ديال الصفة تكون رقيقة وغادي ندهنوها بنص كاس ديال الزيت تدهن يعني ناخذوا قصريه نديروا فيها الصفه وناخذوا نص كاس ديال الزيت ونبقاو ندهنوا حتى تيبس مزيان هذيك الصفه بهذاك الزيت. من بعد غادي نديروا الماء في البرمه وفوق منه الكسكاس وهذا الكسكاس غادي نردوا فيه هذيك الصفه نديروا فيه هذيك الصفه ونخليوها 10 دقائق كتفور ونكونوا موجدين واحد الطنجره اللي فيها الماء مغلي اولا مقراش كبير يكون فيها الماء مغلي صافي. يعني من بعد ما ديك الصفه دهناها بنص كاس ديال الزيت وخليناها كتفور في الكسكاس 10 ديال الدقائق يعني قسمين صافي كناخذوا هذيك الطنجره اللي فيها الماء مغلي كناخذوا ديك الصفه كنخويوها في القصريه ونحلوها بالفرشيطه نحلوها ومن بعد كنديروا ديك الطنجره اللي فيها داك الماء مغلي كنديروا فيها جوج معالق كبار ديال الزيت وشويه ديال الملحه عاد كنخويو هذيك الصفه بعد ما حليناها كنخويوها وكنبداو نحركو كنحركو بالفرشيطه مثلا باش بحال كنحلوها في ديك الطنجره في قلب ديك الطنجره. من بعد صافي كنصفيوها في الكسكاس كنخويوها في الكسكاس باش داك الماء كينزل وكتبقى غير الصفه بوحدها صافي ونخليوها حتى تنشف وكنديروها في يعني نديروها في الكسكاس المره اخرى كتفور يعني جوج ديال التفويرات لانه تتفور المره الاولى 10 دقائق وكتفور المره الاخرى وفي الوسط كنكونوا حليناها ودرناها في داك الماء طايب غليان. فقلنا كيلو ديال الصفه رقيقه غادي ندهنوها بنسكاس ديال الزيت ومن بعد غادي نديروها في الكسكاس كتفور 10 ديال الدقائق قسمين. من بعد كنكونوا موجدين واحد الطنجره فيها الماء مغلي ما سخون طايب كنديروا في هذاك الماء سخون طايب كنديروا فيه جوج معالق كبار ديال الزيت وكنديروا شويه ديال الملحه غير تفور لنا ديك الصفه اللي دهناها بالزيت وخليناها كتفور 10 ديال الدقائق كنهزوا ديك الصفه وكنخويوها في ديك الطنجره اللي فيها ماء مغلي وفيها جوج معلقات ديال الزيت والملحه ضروري الزيت باش تبقى لنا ما متعجن ما والو صافي. وكديك الساعه ملي كنخويوها في الطنجره كنبداو نحركوا بالمعلقه بالفرشيطه لانه سنيناتها ما غاديش تعجنها لينا ما نديرو لها معلقه لا والو من الاحسن اولا اللي عنده هذيك الفرشيطه اللي كتكون طويله حتى هي معروفه كتكون طويله كتجي مزيانه باش جينا غارقه وكنبقاو نحركوا كنبداو نحركوا باش كتحلينا مزيان صافي. من بعد ملي كتتخلط مزيان في داك الماء طايب ديك الساعه كنخويوها من البرمه كنخويوها في الكسكاس فملي كنخويوها في الكسكاس راه هذاك الماء كينزل وكتبقى لنا غير الصفه بوحدها نخليوها حتى كتنشف مزيان من الماء تتسقطر مزيان وديك الساعه غادي نديروها تفور في الكسكاس المره الثانيه نخليوها في داك الكسكاس حتى كتسقطر مزيان وديك الساعه كنرجعوها تفور يعني مده قليله راه ملي كنقيسوها كنشوفوها يعني نزلات ولا يعني طايعه ولا ترطبه وديك الساعه كتبقى لكم الاختيار. ممكن في ديك التفويره الاخرى تزيدوا الزبيب في التفويره الاخرى اللي تيبغي الزبيب يعني تغسل مزيان ويتقاد وتحيد لي دوك العويدات ويتزات يعني في التفويره الاخرى وديك الساعه راه كل واحد ملي يرميها في القصريه ديك الساعه ممكن كل واحد شنو كيدير كاين اللي كيدير الزبده وكاين اللي كيدير الحليب مركز كاين اللي كيخلطها بالسكر كلاسي على حسب التزيين اللي بغيتو كاين اللي كيرشها بالكاوكاو في ديك الساعه فلكم الاختيار ديك الساعه. حتى الفكره فعلا انا شفتها ديال الام رياض ونور شفت هذا الاقتراح ديال الصفه مالحه راه كتجي زوينه يعني الا صايبتو هاد الصفه بهذا الشكل اللي هي سهله دغيا كتوجد
والحشوه مالحه حتى هي كتجي مزيانه، وماشي في الغالب كاين بزاف الاشخاص اللي تيتشهاو الصفه ولكن ما تيبغيوهاش مالحه ولا ما تيقدوش عليها مالحه، فراه حتى هذه راه عشيبه ولا غديوه سهله وخفيفه. والخضره كتكون واجده في الدار، يعني اللي اقترحت علينا يعني واجده في الدار، العطريه ديال الحوت موجوده او العطريه الاعشاب اللي بغيتو، فراه كتجي زوينه. وديك الساعه نتوما تبارك الله هذه فكره وانتم بدعوا فيها كيف ما بغيتو. غادي نتوقفوا مع فاصل مستمعينا وغادي نرجعوا باش نتعرفوا على شكون المستمعه الفائزه المحظوظه معنا اليوم في المسابقه. ورجعنا لكم مستمعينا دائما من خلال فقره لاله مولاتي المتنوعه، وصلنا الفقره اللي كنتعرفوا فيها يوميا في المسابقة على شكون المستمعة المحدودة الفائزة معنا اليوم. فالفائزة معنا اليوم هي المستمعة الوفية جدا البرنامج الشيف حفيظة الزمراني من مكناس. صباح الخير الشيف حفيظة. صباح الخير لاله سناء. لاباس عليك، كي صبحتي على خير؟ الله يطول عمرك لاله اختك حبيبه. مبروك عليك، مبروك عليك الفوز منتوجه تنظيف مهدات من اكسيت، واكيد صور كامله يعني راك دزتي لسحب القرعه، ونتمنى انك ان شاء الله تكوني من المحظوظات خلال هذا الشهر بالفوز بطاقم ديال الذهب ان شاء الله. الله يختك حبيبه، تفاجئت عيطات لي سمي حاله انا تفاجئت. مرحبا، تستاهلوا كل خير، تستاهلوا كل خير. الله يبارك فيك. شكرا حبيبه ديالي، الله يختكم، بارك الله فيك، الاذاعه المتميزه والله يخليكم ديما في القمه ان شاء الله. يا ربي امين معكم ان شاء الله. تحياتنا ليك. ان شاء الله حبيبه ديالي. صباحك مبروك. لا لا سنة، علينا عليك حبيبه وبالتوفيق. شكرا حبيبتي. يا ربي امين. شكرا لك. اذا حتى انتم مستمعينا لبغيتوا تربحوا بحال الشيف حفيظه الزمراني من مكناس وكل المستمعات اللي دازوا معنا من قبل وكانوا محظوظات انهم يفوزوا يوميا في المسابقه واللي مباشره دازوا لسحب القرعه، ونتمنى ان شاء الله انكم تكونوا يعني من الفائزات بطاقم ديال الذهب. اكيد على ان المسابقه مازالت مستمره يعني طيله يعني الاسبوع، حتى انه في نهايه الاسبوع اللي ما تيكونش البرنامج يمكن لكم انكم ضعفوا الحظوظ ديالكم، بعتوا بصور فوق ما تجربوا المنتوجات، يعني حاولوا ان المنزل تنظفوا بها، بعتوا لنا بصور. الصور شنو خص يكون فيها؟ خاص يكون فيها المنتوج ديال التنظيف اكسيت في البلاصه اللي نتوما نظفتوا، ممكن انكم حتى ديروا قبل وبعد يعني، وفي نفس الوقت ديروا واحد الوريقه فيها السميه والكنيه ديالكم والمدينه باش نتعرفوا عليكم اكثر. هادشي كله بعتوه يعني في صوره في مجموع كل شيء، وبعتوا على الرقم ديال الواتساب، صيفطوا لنا هاد الصور على 06 50 87 70 55، 06 50 87 70 55. وكنتمناو حظ سعيد لجميع مستمعات لاله مولاتي. شاركي وربحي كل يوم مع اكسيت. اكسيت، كل ما تحتاجيه من المنظفات المنزليه. اكسيت، للحياه رائحه متميزه. تواصلنا المباشر معكم مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال فقرتنا المتنوعه، وغادي نمشيو مباشره الاقتراح اللي غادي نقدم لكم اليوم واللي هو خبيزات بالزيتون والزعتر. فغادي نحتاجوا في المقادير ديال العجينه، غادي نحتاجوا زلافه ديال طحين فورس من النوع الجيد، يعني زلافه ونص ديال طحين فورس، وزلافه ديال الفينو، جوج فرماجات متلتين ولا مربعين، قبيصه ديال الملح، معلقه متوسطه ديال الخميره المعجونه الفوريه ديال الخبز، خماره حمراء ديال الحلوه، جوج المعالق كبار ديال الحليب غبره مجفف، معلقه كبيره ديال السكر سنيده. وغادي نجمعوا بالماء دافي بطريقه العاديه كيف كنجمعوا العجين. فغادي نعاودوا المقادير ديال العجينه ديال هاد الخبيزات. قلنا غادي نحتاجوا في العجينه، غادي نحتاجوا زلافه ونص ديال الطحين فورس مغرب المزيان من النوع الجيد، زلافه ديال داك القمح صلب داك الفينو، جوج فرماجات متلتين ولا مربعين، قبيصه ديال الملحه، معلقه ديال الخميره المعجونه ديال الخبز الفوريه، خماره حمراء ديال الحلوه يعني كيس ديال الخميره ديال الحلوه الحمراء، جوج معالق كبار ديال حليب بودره الحليب مجفف جوج معلقات كبار، ومعلقه كبيره ديال السكر سنيده. وغادي نجمعوا بالماء دافي اللي غادي يكفانا باش يجمع لينا العجينه. فغادي ناخذوا واحد القصريه وغادي نديروا فيها طحين فورس زلافه ونص، وزلافه ديال القمح داك الصلب الفينو، وغادي نزيدوا جوج فرماجات متلتين ولا مربعين، نديروا شويه الملحه، نديروا الخميره المعجونه ديال الخبز ولا الفوريه اللي متوفره، نديروا خماره حمراء ديال الحلوه، جوج معلقات كبار ديال الحليب مجفف الحليب غبره، ومعلقه ديال السكر سنيده.
وغادي نضيفوا الماء دافي، نبداو ما يكون سخون يكون دافي، ونبداو نجمعوا العجينه، نبداو نزيدوا الماء شويه بشويه بالطريقه العاديه كيف كنعجنوا وحنا كندلكوا، وحنا كنجمعوا حتى كتجمع لينا العجينه. من بعد غادي ندلكوها شويه، ندلك واحد شويه، ومن بعد غادي نغطيوها منديل ولا بلاستيك الغذائي ونخليوها حتى كتخمر مزيان، حتى كيضاعف الحجم ديالها وكتخمر. من بعد غادي نعاودوا ندلكوها واحد شويه غير باش نخرجوا من الهواء واللي تيكون فيها، ومن بعد غادي نعاودوا نخليوها تخمر واحد المره اخرى، هاد المرة غير مدة قليلة ماشي بزاف، غادي نخليوها تخمر مرة أخرى. ومن بعد كناخدوها وكنشكلو منها كويرات، وهادوك الكويرات كنبسطوهم بالمدلك، المدلك نديرو فيه الطحين ونبسطوهم بالمدلك. الكويرات يكونوا يعني يكونوا متوسطين في الحجم ديالهم، قد هادوك الكريسات اللي كنديرو تقريبا قدهم، وغادي نطلقوهم بالمدلك حتى يجيونا بحال الخبيزات صغار، حتى يجيونا بحال الخبيزات الصغار. وديك الساعه يا اما نتكوهم بالكوردون ولا بعود خشبي، اولا نديرو الصبعان ديالنا، ما يكونوش يعني ما نمشيوش الجهه ديال الضفار، وانما دوك الصبعان ديالنا ونبقاو هكا كنحفروا في هذيك العجينه، كنحفروا بلا ما تبان لنا يعني بلا ما يبان لنا الارضيه فين، يعني نبقاو نحفروا حتى كتولي هي كلها يعني بحال محفره في هذوك حفيرات، غير بحال الاطراف ديال الصبعان ديالنا. بحال كيف كنديروا فاش كنبغيو اننا نحفروا الخبز يعني باش ما يتنفخش، نفس الطريقه كنا كنديروا الصبع ديالنا، فنفس الطريقه غادي نديروا الصبعان ديالنا حتى كتولي كلها محفره بالصبعان، كيولي في هذوك الحفيرات. وديك الساعه كناخذوا الزبده كنخلطوها، يعني الزبده ندوبوها مع زيت البلديه، نخلطوها مزيان، وغادي ندهنوا بالشيته هذوك الخبيزات. وراه ملي غادي ندهنوا هذوك الخبيزات لانه فيهم هذوك الحفيرات، راه حتى ديك الزبده وزيت العود غادي تخشاو في هذوك الحفيرات. ومن بعد ملي كندهنوها مزيان كنرشوها يعني بالزعتر، ديك الساعه الاعشاب المنسمه اللي بغيتو، اللي تيعز عليه الحباق يديرو، اللي يعز عليه الزعتر، اللي يعز عليه اليزير، اللي يعز عليه هذاك الزعتر اللبناني، على حسب النسيمات اللي بغيتو. وغادي تزينوا في هذوك الحفيرات، غادي تزينوا بالزيتون محيد لي العظم، ممكن نقسموها على النص، في كل حفيره كنديروا فيها الزيتون. ممكن خبيزات اخرين غادي ديروا فيهم ديك المطيشه اليابسه، يا اما مصايبه ولا راه كتباع عند العطار، المطيشه يابسه يعني حتى هي كتجي مزيانه، فلكم الاختيار. فهذه هي الطريقه، فكيف قلنا في العجينه ديال هاد الخبيزات بالزيتون والزعتر، زلافه ونص ديال الطحين فورس مخلطه مع زلافه ديال الفينو، مع جوج فرماجات مثلثين ولا مربعين، مع قبيصه ديال الملح، مع معلقه ديال الخميره الفوريه ديال الخبز، مع خماره حمراء ديال الحلوه، وجوج معلقات ديال الحليب غبره، ومعلقه ديال السكر سنيده، ونخلطوا هاد المقادير ونجمعوهم بالماء المدافي، ونبداو نجمعو حتى تجمع لينا العجينه، ندلكوها مزيان ونغطيوها ونخليوها تخمر. ملي تخمر لينا غادي نحاولوا نخرجوا من داك الهواء اللي تيكون فيها، ونعاودوا نخليوها تخمر المره الثانيه. وصافي ملي تخمر لنا المره الثانيه ناخذ داك العجينه ونشكلوا منها كويرات، وكل كويره فوق البوطاجير غادي نبسطوها بالمدلك حتى ما تبقاش كريصه، ما تبقاش كويره، وغادي تولينا مبسطه قد الخبيزه صغيره يعني قد البغريره. من بعد غادي ناخذوا لاطا ديال الفران، فرشه فورق سيلفوريزي، وكنستفوا هاد الخبيزات ديالنا. ملي كنستفوا هاد الخبيزات ديك الساعه كنمشيو كناخذوا الزبده، ناخذوا مثلا جوج معلقات ولا ثلاثه على حسب الخبيزات اللي درنا، ونخلطوا معاهم زيت البلديه ونخلطوهم مزيان حتى تذوب لنا ديك الزبده، ونخلطوها مع الزيت ما نسخنوش الزيت، يعني غير الزبده اللي غادي نذوبوها، وغادي نضيفوا ليها كميه من الزيت البلديه، يتخلطوا مزيان. وغادي ناخذوا الشيتون ونبداو ندهنوا دوك الخبيزات. هذوك الخبيزات ملي نديرهم في لاطا ديال الفران نبداو نحفروهم بالصبعان ديالنا باش يجيو بحال الحفيرات، يعني غير بالصبع ديالنا، اولا نتكوهم بالكوردون على حسب يعني داك العود الخشبي، راه الصبعان حتى هما كيجيو زوينين، لانه هذوك البصمات ديالنا فاش كنحفروهم راه كيديروا لنا بحال حفيرات في دوك الخبيزات، كيعطي منظر. من بعد كندهنوهم بهذا الزبده وزيت العود، ملي كندهنوهم فكنرشوا بالاعشاب المنسمه، اما الاعشاب المنسمه مخلطه، اما الزعتر بوحدو، اما اليزير بوحدو، اما الحبق بوحدو، اما زعتر لبناني، على حسب المذاق اللي بغيتو في هاد الاعشاب. ونزينوهم بالزيتون كحل، زيتون كحل اللي تيبغي اي نوع زيتون يديرو. ممكن اننا نديرو حتى قلنا ديك المطيشه اليابسه راه كتباع، وكاين اللي كيصايبها في الدار، مطيشه ديك مطيشه الصغيوره اللي كتكون يعني يابسه مكرمه، حتى هي كنديروها في البيتزا وكيجي المذاق ديالها زوين. وهذيك الا درتوها ديروا معها الحبق كتجي كتواتى مع الحبق، مطيشه اليابسه مع الحبق كتجي زوينه. وديك الساعه لكم الاختيار، اما بحال دابا مثلا جوج خبيزات ديروا فيهم، هو دائما هذيك الخلطه ديال الزبده والزيت العود ضروري. بالنسبه للحشوات يعني اللي غادي ديروا فيهم ديك الساعه، بحال دابا خبيزه ديروا فيها الزيتون كحل والزعتر، خبيزه ديروا فيها الزيتون خضر مثلا والحبق ولا اليزير، ولا مطيشه وحده ديروا فيها مطيشه يابسه
مع الحبق، وحده مثلا ديروا فيها يعني الاعشاب اللي بغيتوا، وممكن انكم ديروا فيها انواع ديال الفرماج، ممكن ديروا فيها الطون، فعلى حسب الرغبه ديالكم كيجيو خبيزات زوينين. الاضافه ديال حتى لي زونشوا حتى هما، ممكن طريفات صغيورين ديال لي زونشوا هذوك اللي تيكونوا في العلب حتى هما كيجيو مزيانين. فكيبقى على حسب الاختيار ديالكم، ممكن ديروا انواع ديال الفرماج وتدخلوهم الفران يعني حتى كيطيبوا يعني وكيطيبوا مزيان، وديك الساعه ممكن ديروا حتى الزرارع، فكيبقى على حسب الرغبه ديالكم. غير هذيك الزيتون زيت العود مع الزبده راه كيجي مزيان، اما في المناطق اللي مولف زيت ارغان فراه حتى هي كتجي مزيانه، وديك الساعه شوفوا التنسيمات يعني الاعشاب اللي كتمشي مع زيت ارغان. ونتمنى انكم تجربوا هذه الاقتراحات، ونتمنى انه اي سيده دارت شي اضافه في هذه الخبيزات تواصل معايا سواء في الواتساب باش نعطيو افكار كثيره ديال هذه الخبيزات، لانه بصراحه هذو كيبغيوهم الوليدات غادي ياكلوهم في الكوتي، كيجيو مزيانين يعني مع اتاي كيجيو ممتازين، وكيجي تقريبا بحال الشكل ديال البيتزا، غير هي يعني ناشفه ما فيها والو، فيها غير دوك الاعشاب. فممكن نحطو معها مثلا جبن حتى هو كيمشي مزيان معها، ماشي نطيبوها به وانما في مرافقها كما اتاي نديرو حطو جبن كيمشي مزيان. فهذه فكره من الافكار، وانتم على حسب الاعشاب المنسمه على حسب الاضافات اللي بغيتوا انكم ديروا في هاد الخبيزات، راه كيجيو هشاش لانه فيهم هذاك الحليب بودره، راه كيجيو هشاش، وهذوك الاضافات كيجيو منسمين يعني كل مره نديروا حاجه. فنتمنى تكون وصلتكم الفكره، ونتمنى انكم تبدعوا في هاد الخبيزات وترجعوا تواصلوا معنا وتبعثوا لي الصور اللي في هاد الاقتراحات ان شاء الله. وصراحه يعني في المستمعات مشكورات يعني كيعطيو اقتراحات، وكنفرحوا بزاف ملي يعني قبل ما يسالي البرنامج بعد نوبات اولا في العشيه هذوك الاقتراحات تبارك الله كنشوفهم في الواتساب كيبعثوا لي بالصور، وكنحاول قدر الامكان على انه نبعث بالصور للمستمعات، لانه بصراحه هذا مجهود كيتشكر عليه، والواحد تيفرح يعني ملي نعطي انا واحد الحاجه مثلا ولا اي سيده تعطي شي حاجه من الاقتراحات، والمستمعات تبارك الله يعني توصلهم الفكره ولو بالصوت يعني ولو في الراديو يعني ما شافوش الطريقه، ومع ذلك يعني تيصيبوها. وحتى السيده اولا المستمعه اولا الاختصاصيه في الطبخ والحلويات اولا الشيف اللي كتشارك معنا راه يعني كتفرح، لانه كتحس انه داك المجهود اللي دارت، فهذا الشيء كيفرح وتبارك الله عليكم. فنتمنى انه اي حاجه تصايبات راه رقم يعني الواتساب معروف، كنظن انه كثير المستمعات عندهم لانه دائما كيتواصلوا معايا الحمد لله، وكيبعثوا لي بالصور ديال الحويجات سواء اللي وجدوا هما اولا سواء اللي الحاجه سمعوها في البرنامج، وتبارك الله داكشي كيفرح بزاف الحمد لله. تبارك الله عليكم والله يعطيكم الصحه. غادي نتوقفوا دابا مع فاصل مستمعينا، وغادي نرجعوا اكيد نستقبلوا خبيره الشروه التجميل الحريه شويه، غادي نبقاو دائما في العنايه بالاظافر ديال اليدين والقدمين، واستقبلوا مكالماتكم الهاتفيه على 0522 88 00. ورجعنا لكم مستمعينا دائما بحضور خبيرة الشعر والتجميل حرية شويخ، أهلا بك حرية. صباح النور سناء، لاباس عليك؟ الحمد لله. تحية لك ولطاقم برنامجك والمستمعين والمستمعات ديال ميد غاديو داخل الوطن وخارج الوطن. الله يبارك فيك. غادي نبقاو دائما في موضوعنا حول العناية بالأظافر ديال اليدين والقدمين، وكنعرفوا لأنه يعني العناية بجسم ديالنا بجمال الشعر بالإطلالة ديال المرأة على العموم، يعني كل سيدة كل شابة كتحاول أنها تهتم بها قدر الإمكان بما فيهم يعني الأظافر ديال اليدين والقدمين. ف غادي نزيدو نركزو لانه جات تساؤلات كثيره على التشققات ديال القدمين، على حمام ديال القدمين، وكذلك كيفاش نعتنيو بالاظافر ديالنا لا على مستوى القدمين ولا على مستوى اليدين. عطيتي بزاف ديال الاقنعه، عطيتي بزاف ديال النصائح، فغادي نكملو في موضوعنا حول العنايه بالاظافر ديال اليدين والقدمين. بالفعل سناء التساؤلات كثيره جات في هذا الموضوع ديال تكسر الاظافر، وغالبا حنا كنقولوا دائما المظهر الخارجي ديال المراه سواء البشره ديالها ولا الشعر ديالها والاظافر ديالها الا كانوا في مظهر جميل انها سليمه من جميع الامراض وما عندهاش مشكل في الهرمونات ولا الفيتامينات ولا المعادن. ملي كنقولوا حنا الاظافر راه عضو من اعضاء الجسم ديالنا، حتى هما كيتغذوا بالفيتامينات، حتى هما كيتغذوا بالبروتينات، حتى هما كيتغذوا بالمعادن. يعني ملي كيكون عندنا مشكل هرموني ولا مشكل نقص ما في المعادن الداخل في الجسم ديالنا راه كيعطينا بالفعل تكسر الاظافر، وحتى الحجم ديالهم كيكون رقيق وبسهوله كيتكسروا. انا كنقول سيداتي ان اولا بعض المعامله يعني السيئه مع الاستعمالات ديال طلق الاظافر، لان غالبا كنشوفوا بعض الفتيات والنساء كدير مثلا طلق الاظافر كيبقى واحد الاسبوع وهي دايره ولا ثلاث ايام، وهذا هو الغلط، لان الاظافر كيبغيو يتنفسوا هما وكيجدوا الخلايا ديالهم. يعني اللي عرفنا كيفاش نوظفوا بعض الاقنعه الطبيعيه وكذلك التغذيه.
الاظافر حتى هما اهم معدن اللي كيساعد في التقويه ديالهم هو الكالسيوم، وغالبا الناس ما كيردوش البال هاد المعادن ديال الكالسيوم. كيقول لك انا مازال مثلا في السن صغير ولا في مازال ما يكونش عندي مشكل، يعني حتى كنوصل لواحد السن معين عاد يقدر يكون عندي مشكل في الكالسيوم. لا، الكالسيوم يقدر تعاني منه السيده من وخاصه الفتاه عند البلوغ، لان ملي كنقولوا حنا الكالسيوم هو المعدن اللي كيقوي لنا العظام ديالنا وكيقوي الاظافر ديالنا. بالنسبه للفيتامينات اللي خصنا نستغلو اليومي، يعني يوميا خصو يكون عندنا في الوجبات ديالنا الفيتامين سي، لان الفيتامين سي من اهم الفيتامينات اللي كترخص الجسم ديالنا يعمل بواحد الطريقه جميله وطبيعيه، وكينتج البروتينات في الجسم، وديك البروتينات هي اللي كتحافظنا على الخلايا ديال البشره ديالنا وكذلك الاظافر ديالنا اللي هي واحد النوع ديال البروتينات الطبيعيه. والفيتامين سي هو اللي كيساعد في الانتاج ديالها، هذا طبعا الا كانت التغذيه سليمه وعرفنا كيفاش ناكلو، لان حنا ملي كناكلو الحاجه ماشي اننا ناكلو في متوخ، الا كاينه في المثل ب 1000 درهم وكاينا غير ب 20 درهم نقدر نستافدو ب 20 درهم فعلا. الا خدينا فيها السردين، خدينا فيها الحساء، وجدت لي فيهم جوده، يعني فيها يعني قيمه غذائيه طالعه. فوالا، ماشي اننا ناكل في مثلا واحد المكان وانا ما استفدت من شي حاجه، بالعكس زدت الضرر للجسم ديالي، وانني نخلص 40000 ريال و1500 درهم في الطبله. هنا كتبقى العامل يعني الثقافه ديال التغذيه والكميه، ماشي الكميه يعني الفائده اللي غادي ناخذ. بالنسبه للاظافر كذلك، غالبا بعض النساء كيستعملوا طلاء الاظافر، وكل ليله كتحيد ذاك المزيل ديال الطلاء بدون استعمالات اي ماده طبيعيه، وهذا الغلط، لان احنا البشره ديالنا ولا الشعر ديالنا والاظافر الا استعملنا واحد الماده كيماويه نحاولوا نستعملوا مباشره ماده طبيعيه وتكون غنيه بالبروتينات الطبيعيه، وتكون مرطبه فيها مرطبات طبيعيه واللي فيها زيوت يعني طبيعيه نباتيه، ما فيهاش كريمات اللي هي فيها مواد مصنعه. حاجه ما كردوش ليها البال، بحال دابا مثلا السيدات مثلا صبغوا الضفران ديالهم، بغاو انهم يزولوا مثلا صباغه داك الطلاء يعني الاظافر، ملي نساليو ونغسلوا يدينا مزيان شنو باش ممكن مثلا اننا ندهنوا الاظافر ديالنا والجهه ديال الصبعان؟ هي دائما ملي كنحيدوا الماكياج ديالنا ما نحيدوش مواد كيماويه، لان حنا ديجا خدينا واحد الماده كيماويه نحاولوا نهرسوها بمواد طبيعيه، يعني درنا ماكياج نحاول يكون مزيل الماكياج بمواد طبيعيه من الاحسن، وقبل ما نديروا اي ماده كيماويه على الشعر ديالنا وعلى البشره ديالنا وعلى الاظافر ديالنا، دائما نمسحوا بمواد طبيعيه ومحلولات طبيعيه، ونرشوا بمحلولات طبيعيه اللي هي مكونه من القشور ديال الخضار، من زيوت نباتيه، من 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 يعني المرهم، يعني الكريمات اللي هي طبيعيه فيها الزبده بلديه، فيها زبده الكاريتي اللي عندها واحد الفوائد كبيره الا استعملناها في الاظافر ديالنا. يعني ملي كنحيدوا صباغه الاظافر مزيل الاظافر خصنا نحتاطوا، اولا نسدوا النيوف ديالنا بالقطن، والقطن نديروا فيه شويه ديال الكاليبسوس ولا نديروا فيه الورد البلدي، مثلا يكون عندنا واحد الجبانيه ديال الورد حدانا ولا فيها كاليبسوس، كنديروا القطن ونسدوا النيف ديالنا باش ما نشموش ديك الرائحه، لان ديك الرائحه ديال طلع الاظافر وهذا كله كيكون عنده واحد التاثير سلبي على الصحه ديالنا وخاصه الجهاز التنفسي ديالنا. دائما نديروا قطن في النيف ديالنا ونبعدوا شويه، عاد كنحيدوا بطلع الاظافر، ومن الاحسن مباشره يكون عندنا واحد الجبانيه فيها شويه ديال عصير البرتقال ولا عصير الليمون ولا عصير الجزر، مصحوبه شويه ديال زيت العود، كنرقدوا فيها رؤوس الاصابع ديالنا، ويكون عندنا واحد الرشاش يعني فيه شويه ديال الخرطال، شويه ديال اللوز، اما معلقه ديال الخرطال، معلقه ديال اللوز مطحونين، جوج معالق ديال زيت العود، وثلاثه ديال المعالق حتى الاربعه ديال الورد البلدي، الموارد، كنرشوا ملي كنجيو نعسوا كنرشوا الاظافر ديالنا ونعسوا، يعني هنا كنغذيو الاظافر ديالنا وكنتجنبوا بعض يعني المسببات اللي تقدر تسبب لنا بداك المواد الكيماويه اللي استعملناها على الاظافر ديالنا. وفعلا يعني من الاحسن الواحد يحاول بدل ما انه نشريو يعني 20 لون ديال الصباغات ديال الضفران اللي هما رخاص في الثمن واللي كيف قلتي كتكون الريحه ديالهم جاده يعني كتضر يعني في التنفس، وفي نفس الوقت كيكونوا يعني صعيب اش انك تزولها مثلا من الضفران، واحد يشري وحده اللي كتكون يعني من جوده مزيانه واللي يعني معروفه، وحتى هما دابا حاليا صبحوا يعني كيخدموا بتلق يعني الصباغه ديال الضفران تيكونوا فيها مواد، تيكونوا فيها فيتامينات اللي يعني دغيا كتحيد، وكيف قلتي ضروري اننا نمسحوا ونبداو نديروا زيوت مرطبه، نديروا كريمات طبيعيه. اي بالفعل دائما ملي نبغيو نحطوا بوز فيغني يعني نديروا صبغه الاظافر، دائما يكون عندنا زيت اللوز وعصير خيزو،
يعني كنديروا الشتاء وندهنوا الاظافر ديالنا هما الاولى وعاد كنديروا طلاء الاظافر من الفوق باش ما كيكونش الحده ديال التاثير السلبي من داك الماده الكيماويه اللي كاينه في طلاء الاظافر. راه شي حوايج خصنا ناخذوها بعين الاعتبار ماشي نقولوا راه صافي الضفر راه غنضروا. والصبغه راه كتاثر بشكل كبير على العظم وكتاثر بشكل كبير على بعض الخلايا في الجسم ديالنا. لذا كنصح السيدات اي انا كان من هذا المنبر اي سيده كتستعمل الماكياج ولا كتستعمل بعض المواد التجميليه على الشعر ديالها ولا الاظافر ديالها تحاول دير واحد الغسل الجسم ديالها بمواد طبيعيه. لان هنا داك الكريمات اللي كناخذو وداك طال الاظافر والصبغات الكيماويه كلها فيها معادن وبعض المعادن اللي هي مضره جدا للصحه ديالنا وهو الزئبق. يعني هنا ملي السيده اللي كتستعمل بزاف هاد المواد التجميليه بواحد الحده تحاول ما امكن يوميا ملي تجي تنعس في الليل دير واحد العصير اللي كيقدر يغسل الجسم ديالها من بعض المعادن الزائده وخاصه الزئبق. لان الزئبق الا كثر في الجسم ديالنا راه كيولي تسمم يعني وهنا كتعبان اعراض ديال سرطان ديال الجلد ولا بعض الامراض. المهم هاد المسائل هذه كلها نحاولوا حنا نتجنبوها. فقط سيدتي انك كتستعملي الماكياج كتستعملي الصبغات الكيماويه خصك ديري واحد الغسل للجسم ديالك يعني ثلاثه المرات اربعه المرات في الاسبوع. وهو بسيط جدا ناخذ عريشه ديال الكرافس والضريس ديال الثومه عريش ديال الكرافس والضريس ديال الثومه ونص بصله وخياره وحده نص بصله وخياره وحده هادشي كلشي كيتقطع وكنكبوا عليه تقريبا لتر ديال الماء ونبقاو نشربوه يعني على طول النهار. وبالليل ملي كنجيو نعسو دائما نديرو عشبه اللي هي معقمه للجسم ديالنا ومطهره وماده حافظه هو الزعتر. يعني كناخذوا واحد الكميه منه كناخذوا راس معلقه ديال الزعتر وكنكبوا عليه كاس ديال الماء طايب وكنخليوه حتى كيطلق ومن بعد كيكون كمحلول كنشربوه بالليل. يعني نتعودوا الجسم ديالنا على هذه الطريقه هذه باش كنحاولوا ما امكن نحيدوا التاثير السلبي ديال المواد التجميليه والمواد الحافظه اللي كتكون في الماكياج ولا في الصبغات الكيماويه. هذه فقط نصيحه كخبيره تجميل مواد طبيعيه. بالنسبه للاظافر غالبا السيدات ملي كتشوف الاظافر ديالها مثلا بواحد اللون معين كتغطيه بالصبغه. لا سيدتي تشوفي اللون على الاظافر ديالك ازرق ولا اصفر ولا دائما استشاره الطبيب لان كيكون اشاره ما لواحد المرض عندك داخلي والاظافر هما اللي كيعطيو لك اشاره. مثلا كيكون بعض المرات الزروقيه في الظفر هنا ديك الزروقيه هذيك ضروري من استشاره طبيه لان كيكون عندك نقص الاكسجين في الدم ديالك كيكون الاظافر ديالك فيهم صفوريه ضروري استشاره الطبيب لان كيكون عندك مشكل ديال فقر الدم. كتكون واحد الاظافر كتهرس ومشقه يعني باين فيها تشققات كيكون مشكل في الغده الدرقيه. اذا هنا كدائما اي مشكل بان لك على الاظافر ديالك تحاولي سيداتي ما تمشيش لمعهد التجميل تغطيه بالاظافر المصنعه ولا ديري الصبغات الكيماويه باش تغطي. لا 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 خلي الظفر ديالك عريان وسيري عند الطبيب ديالك عالج الظفر ديالك باش ما يكونش عندك مشكل صحي يقدر يستعصي العلاج ديالو. فعلا وخاصه بالنسبه للمشكل ديال الفطريات لي شامبيون تيكون على مستوى الظفران ديال اليدين وديال الرجلين. وكاين بعض السيدات اللي مثلا واخا كيطولوا فيها في المده للاسف ما كتمشيش نهائيا ولو يعني طب العام ولا يعني اختصاصي في الامراض الجلديه ويعني وحتى هم كيعاديو يعني كيعاديو هي مشكل الطفيليات على الاظافر خصو يتعالج. لان بعض المرات كنمشي انا بعض المعاهد ديال التجميل والمراكز ديال التجميل كنشوف بعض النساء ان كيكون عندها مشكل في يعني شامبينيون كتقول لك دير لي يعني صوب لي رجلي وحاول تغطي لي الظفر بالظفر المصنع ودير صباغه كتبقى واحد المده ديال الاسبوع وهي هامله بان راه عندها مشكل يقدر يولي مشكل عويص. سيداتي دائما نصحك درتي تحلي المشكل هو الاول عاد نغطي الظفر ديالي ونغطي غير واحد المده ماشي نخليه اسبوع بالظفر مصنع هذا خطر. لان هنا هي كانت عندي جاتني شي مناسبه ولا جاتني شي عرضه وما ما بغيتش نبين داك الظفر بغيت نلبس شي صنداله ولا ما فيها باس نغطيه وندير صباغ. ولكن غير نرجع لداري نحاول ندير هذه الطريقه ديال غسل الجسم بهذا العصير اللي عطيت ولكن الدواء ديالي يكون متبع عند الطبيب ونغسل ندير حمام القدمين. ودائما سيداتي حمام القدمين واليدين الاظافر دائما الملحه البلديه والقشور ديال البصله كتاخذي البصله الحمراء كتاخذي منها القشور خبيهم في القرعه دجاج ما تليحوهمش ومعلقه بلديه الملحه البلديه في واحد البانيو وكبي يطرو ديال الماء طايب وحطي الرجيلات ديالك الا بغيتي ديري حتى النخاله كاس ديال النخاله خليه واحد المده ديال 10 حتى 20 دقيقه كيكون عندك مبرد ديال الخشب ولا ديال الكرتون. من الاحسن ما تستعمليش المبرد ديال الحديد
وتبردي الاظافر ديالك ويكون عندك واحد الطلاء الاظافر طبيعي اللي هو كتاخديه من الصيدليه اللون شفاف كديري فيه ضريس ديال الثومه محكوك ولا كديري فيها شويه ديال عصير ديال الجزر ولا اي عصير الخضر اللي عندك وكتخلطيه مع ديك اللون الشفاف ديال طلاء الاظافر وكدهني الاظافر ديالك بهذه الطريقه. هذه هنا كتساعدي الظفر ديالك باش يتنفس بطريقه طبيعيه وباش يتعالج طبعا ومع استشاره طبيه كيكون عندك الدواء وكتستمري حتى كتعالجي هذا المشكل. هذا ما تهمليش صحتك سيداتي بعض المسائل العشوائيه وكتقدر تعود بالضرر على الصحه ديالك. فعلا هادو كلهم نصائح مهمه جدا ونتمنى ان كل السيدات والشابات يلتزموا بها لانه حنا اكيد على انه كتبغي المراه انه يعني يديها ورجليها يكونوا يعني في واحد المظهر زوين ولكن يعني الصحه ديالهم كتسبق يعني دوك الاطلاله ديالهم. فضروري ملي يكون مثلا دي شامبينيون يكون يعني اي مشكل او اللون ديالهم يعني مختلف ضروري نديروا استشاره طبيه نشوفوا واش كاين مشكل لانه حتى الجسم ديالنا كيتكلم فملي كتخرج شي حاجه في الذات ديالنا راه كتكون اشاره على انه راه كاين صعوبه هنا مرضيه ولا كاين مشكل صحي يتعالج كيف قلتي باش حتى انه ملي نهتموا بالاطلالات ديالنا بمواد طبيعيه ولا بكريمات ولا بالتغذيه يعني كل شيء كيجي بشكل ايجابي وكيستافدوا منه كيستافد منه الجسم. فاكيد مازال مواصلين مستمعينا دائما رفقه خبيره الشعر والتجميل حريه شويخ دائما كنتكلموا على العنايه بالاظافر ديال اليدين والقدمين. غادي نتوقفوا مع فاصل وغادي نرجعوا مباشره نستقبلوا مكالماتكم الهاتفيه نتعرفوا على كل تساؤلاتكم التجميليه على 0522 88 0060 61 62. رجعنا لكم مستمعينا دائما رفقة خبيرة الشعر والتجميل حرية شويخ وغادي نمشيو مباشرة لاستقبال مكالماتكم الهاتفية على 0522 88 0060 61 62. غادي ناخدو أول مكالمة معنا معنا رشيدة من قريطرة. ألو ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. كنشكركم على هذا البرنامج. مرحبا لالا تحت لي هاد الفرصة. شكرا بزاف. الله يبارك فيك. مرحبا تفضلي. بغيت نسول الخبيرة. السلام عليكم خبيرة. عليكم السلام لالا. مرحبا. بغيت نسول شوية برتاب كتسمح لي. لا لا مرحبا. بغيت نسولك اختي كنردع ايه وكيطيح لي شعري بزاف ما بقاش لي فيه حتى حاجة تقريبا قولي شوية واحد شحال هادي باش ولدتي؟ دابا الدري عنده شي عام وثلاث شهور. ما درتيش التحليل ديال فقد الدم؟ ما عندكش مشكل ديال فقد الدم؟ لا ما عنديش. لا درتي الغده الدرقيه ديالك كلشي ديالك؟ اه عبرتي الفيتامين دي في الجسم ديالك؟ لا ما درتها. حاولي تمشي عند الطبيب عبري الفيتامين دي لان غالبا ملي كيكون لومونك ديال الفيتامين دي في الجسم كيقدر يعطينا التساقط الشعر الا ما كانش عندك فقد الدم ولا ما كانتش عندي مشكل ديال الغده الدرقيه لان الفيتامين دي راه من بين الاسباب الا كان عندك نقص في الجسم ديالك راه يقدر يعطيك التساقط ديال الشعر. وغالبا دابا الفيتامين دي الدور ديالو في الجسم ديالنا هنا هو اللي كيساعد الامعاء باش كيمص الكالسيوم باش كيقوي العظام يقوي الاظافر يقوي الشعر. لذا كنصحك سيداتي انك من الاحسن مادام انت في واحد الفتره ديال الرضاعه الاحسن ما تستعملي حتى شي حاجه ديري واحد استشاره طبيه ومع الماكلة الوجبات السريعة الوجبات الطبيعية يعني فيها الحساءات فيها الخضار فيها الأسماك بكثرة يعني تقدر تعوضي هذا المشكل اللي عندك. ولكن أنا كنصحك مادام كترضعي وعندك هذا المشكل استشارة طبية لأن المدة ديال الرضاعة طالت عندك يعني عام وشهر. مولفة كندير في ولدي الأول رضعت غير عام غير حبست سبحان الله شعري رجع ليا كيما هو. لا هي الرضعه عاديه عاديه ما تقطعيهاش لولدك خلي الرضعه ولكن من الاحسن تكمل الرضعه تكمل الرضعه ديالك ان شاء الله وشوفي الطبيب من الاحسن شوفي الطبيب تعاون دابا غير بالتغذيه ريت ما انه تكمل الرضعه ديالها ان شاء الله وديك الساعه تشد الحوت بزاف تاكل الدجاج البلدي تاكل داكشي كناخذو السردين مشوي حتى هو مزيان بزاف السردين مشوي مزيان التمر والمكسرات السردين مشوي سردين مشوي لا كناخذو كنقدر كاع نفطر بها انا مزيان والله شوفي الطبيب ديالك ديري واحد التحليله وصافي ما فيها باس. مرحبا لالا ما كاين مشكل تبارك الله عليك رشيده مرحبا بك في اي وقت تحياتنا الاوفياء انا بقنيطره وناخذو نبيله من مراكش. الو نبيله. الو هذاك بغيت نقول نهضر مع حوريه شويه. اييه تفضلي انتي معنا مباشره. مرحبا معك حوريه. بغيت نقول لها شعري كينسى ليا بزاف عن الطاسه بزاف. شحال في عمرك؟ 18 سنة. شنو المشكل اللي غير تساقط الشعر؟ والعادة الشهرية كتجيك مزيانة؟ مزيانة. وعمرك ما درتي شي تحليلة عند الطبيب ديال فقر الدم ولا؟
ما عنديش فقر الدم. شحال باش يعني فايت دارت تحاليل مؤخرا؟ درتي شي تحليله؟ لا. واش عرفتي ما عندكش فقر الدم؟ من الاحسن شوفي الطبيب، لان فقر الدم ما تعرفيش انت فعلا، لان ملي كيكون الا كان عندها العايه، الا كان عندها تساقط الشعر، كان عندها مشكل مع على البشره ديالها ولا في الجسم ديالها، العايه السخفه كاين اللي كيفيق من الصباح كيحسوا سخفان وما تعرفش مناش، يقول لك انا غير ما فطرتش، يقدر يكون نقص من الفيتامينات، فما فيها بس الواحد عند الطب العام يطلب تحاليل، يطلب يعني يعرف الفيتامينات باش يعرف فين كاين الطبيب اللي كيشخص فعلا، لان خبير التجميل ما كيداويش باش يعرفوها الناس، لان خبير التجميل كيدير لك لمسه اخيره على الجسم ديالك، ولكن العلاج كيبقى الطبيب ديال التغذيه والطبيب ديال الجلد هما اللي كيعالجوا. ويعني وحتى من الجسم ديالنا ملي تيكون ناقص فيتامين راه حتى حاجه ما كتبان فيه، بالمعنى على اساس انه يكون ناقص مثلا في الزنك او ناقص في يعني فيتامين او ولا غيره مثلا من الفيتامينات او لا مثلا في الكالسيوم، الاعراض ديالو كيبانوا على الصحه، على البشره، على الشعر. فولو يعني تكون وصفه سحريه يعني جات مع يعني الناس كلهم، فالناس اللي تعانيوا مثلا بعض الصعوبات المرضيه تيكون صعيب، فمن الاحسن كاين حلول ان الواحد يدير استشاره طبيه، ما غاديش يخسر بزاف، يمشي غير للطب العام ويطلب تحاليل، كنحس بهذه كنحس بهذه، بغيت نشوف الفيتامينات اللي ناقصيني في الدات، تحاليل ديال الدم، وديك الساعه ملي كيتم التشخيص وكياخذ الواحد الادويه وكيعرف شنو هي مثلا التغذيه اللي غادي ياخذ، تتسهل عليه كيف قلتي هذيك التكمله وهذيك اللمسه ديال التجميل اللي كلشي تيبحث عليها، ديك الساعه كيولي الواحد ولو انه كلا غير خيار ودهن طريف منه على الوجه ديالو، اولا مثلا دار يعني الليمون مثلا وشق به الفروه ديال الراس، ولا غير حويجات اي حاجه تناولناها كنستعملوها كتستافد منها الجسم وكتبان فيه. هي الاخت سناء فاش حنا كنلحوا على الناس كل 6 شهور الحقيقه خاصها تكون ثقافه وخاصه المراه، لان حنا دابا اصبحنا في واحد كنعيشوا في واحد الوقت يعني كاين التلوث خارجي يعني في الهواء، كاين مشاكل كثيره، غير داك المنظفات اللي كنديروا في البيت ديالنا راه هذيك راه اخطر ما كاين على الجهاز ديالنا التنفسي، خاصه تيكونوا هذوك اللي فيهم الريحه قويه بزاف. الناس كتقول لك انا نقدر نعقم داري انا غير بالخزامه والقرنفل والبابونج والورد البلدي، هادو كاملين نديرهم بغبره يعني نطحنهم نديرهم في ليكوان ديال البيوت ديالنا، ونغلي واحد الكاسرونه فيها الخزامه، وذاك الماء هو اللي نجفوا به الدار، كيكون كتعقيم للدار في نفس الوقت كيعطي رائحه طيبه، كاين المسك يعطى الله ما يقدر. غير حنا دابا بالنسبه للناس اللي كيقول لك انا ما عندي والو، حنا غير ديك المعلبات اللي كناخذوا، غالبا الناس كياخذوا المعلبات، المعلبات راه كناخذوا واحد الحاجه ضاره للجسم ديالنا، وخاصه كيكون فيها مواد حافظه، غالبا الناس كتقول لك انا كناكل الجلبانه معلبه، لا راه ما فيها والو، راه المواد حافظه راه قضات على المواد اللي هي اللي خص الجسم يستافد منها، راه كتاكلي غير هكاك وصافي، غير السميه ديال الجلبانه، ولكن الفائده ما كايناش. كل معلب اللي كتستعملوا السيده في المثال في الماكله ديالها وكتعاني بعض المشاكل في الجمال ديالها، من الاحسن تراجع دير التحليلات، لان غالبا الجسم ما كيستافدش من التغذيه، وكيوقع نقص الفيتامينات، وكيوقع بعض المرات الافراط في بعض المعادن اللي كتكون سامه على الجسم ديالنا، وغالبا كيكون المشكل في البرولاكتين اللي كيصيب المراه بزاف، يعني خاصه في الفتره ديال الحيض، لان الفتره ديال الحيض خاصها المراه تتجنب كل المسائل المصنعه لا من الماكياج لا من التغذيه، خاصها تبقى في مواد طبيعيه باش البويضه كتخوي ذاك السموم كلها باش كتخرج، يعني كتهبط في الدم، ماشي انني مثلا الفتره ديال الحيض انا عندي الحيض يعني نمشي ناكل في الزنقه ندير المكياج ندير الصباغه الكيماوي، اخطر ما كاين هي هادشي هذا. وفعلا واحد النقطه ذكرتيها وانه في الفتره ديال الحيض عند الشابات وعند النساء العموم يعني خاص تغذيه خاصه جدا، وحنا للاسف ما كنلتفتوش ليها، يعني الا صادفنا مثلا شي خضيره مثلا وهي راه عندها واحد بزاف ديال الامور بزاف ديال المواد الغذائيه اللي خصهم يتكالوا في هذيك الفتره بالتحديد، الحويجات يعني المواد الغذائيه اللي كيهدنوا المراه على اساس انه ما تكونش مقلقه بزاف في هذيك الوقيته، حويجات اللي غادي يساعدوها مثلا في هذيك الفتره بالتحديد، فراه ان شاء الله ندير واحد الحلقه انا نعطي عصير في الفتره ديال الحيض يبقاو يشربوه الفتيات والنساء، لان اجمل ما كاين هو هذا العصير هذا طبيعي، يعني كتاخذي ربعه ديال الباربه وربعه ديال القرعه الحمراء، ربعه ديال الباربه وربعه ديال القرعه الحمراء وثلاثه المعالق ديال الزبيب، كيطيبوا في يطرد الماء غير ما نطيبوهمش بزاف غير شويه، كنطحنوهم وكنضيفوا لهم معلقه ديال القزبر حبوب وراس معلقه ديال الزعتر وثلاثه المعالق ديال القرقاع ومعلقه ديال زريعه الكتان، هذا عصير كنشربوه يعني على طول النهار وخاصه في الفتره ديال الحيض، هذا عصير فيه مكونات كلها اللي كتحتاج الفتره هذه، يعني فيه الحديد فيه الاحماض فيه الفيتامين سي فيه الالياف
فيه كل ما كيضيع من 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 الفتاة ولا المرأة أثناء الحيض. إذا كنصحكم سيدتي أنك ديري هذا العصير للبنيسات ديالك اللي وصلوا لسن البلوغ وتديروا أنت يا سيدتي، لأن ماشي شي حاجة غتطلب لك. حنا كنعرفوا قصبور حبوب خصو يكون من بين التوابل اللي خصها تكون في المطبخ، لأن كيساعد الجسم بواحد الشكل كبير وكيدور الدورة الدموية غنية بالأكسجين. يعني هنا كنصح سيدتي ديروا. والقزبر يابس يعني توظف ماشي غير في أكلات خاصة، يعني تبارك الله الواحد كيف قلتي في العصائر في الشوربات في الكفتة تبارك الله كيجي مزيان، يعني في أي حاجة في الحوت حتى هو يعني عنده فوائد كثيرة وفي نفس الوقت يعطي واحد الطيبة زوينة. قبيلة تكلمتي على الرائحة العطرة اللي كتكون في الدار، مشكورة للا أم ياسين البارح عطات بزاف ديال الوصفات اللي هي طبيعية اللي ممكن أنا نديروها في الدار واللي كتعطي رائحة عطرة. من بين الأمور يعني العطرة اللي كحنا كنديروها ماشي غير في البيت مثلا في الجسم ديالنا هو المسك. المسك عنده رائحة طيبة، غير هو يعني مؤخرا بزاف ديال الناس اللي ولاو مثلا كيحسوا بعض الأعراض يعني في النيف ديالهم في الراس ديالهم كتجيهم بحال الشقيقة في ضيق في التنفس وما كيستعملوا المسك، ولكن للاسف ملي كنجيو نشوفوا كنلقاو انه كيستعملوا هذاك المسك المصنع، ما عرفش منين جاي واش من الشينوا ولا ما عرفت، يعني ماشي داك المجهد لا تيكون مجهد وتيكون فيه مواد، يعني تيكون مصنع نهائيا ماشي المسك اللي كبرنا به واللي كتشم الريحه ديالو. يعني بالعكس انت يعني كتنفس مزيان كتعجبك ديك الريحه، لانه فكاين فرق اللومه ماشي على المسك، لانه المسك فيه رائحه طيبه يعني معروف، غير هو طبيعي كيكون مسك طبيعي والثمن ديالو معروف وتيكون مزيان. اما هذا المسك دابا اللي ولا متوفر اللي يعني فيه يعني غير كتشمو يعني واحد الريحه في الراس ديالك كيضرك، بالاضافه لانه هذوك المسك اللي تيكون على شكل قريعات فيهم يعني هذا هذوك حتى هما راه كياثروا بزاف، جنبوا هذوك لان فيها مواد مصنعه فيها روائح قويه وكتاثر بشكل كبير على الجهاز التنفسي ديالنا، خاصه الناس اللي عندهم الضيقه، لان يعني المسك الحر اللي كنعرفوا كيتباع بالجرام الا خديتي غير شويه ودرتي في مثل في واحد الانيه فيها الماء سخون وكديري ديك شويه ديال الماء ولا عطرتي به كيبقى الريحه طيبه، والريحه يعني ما كتضيقكش يعني ما كتزعجكش. لا هذا المسك مثلا ولا هذوك الحويجات اللي كيداروا فيهم مثلا الروح ديال المسك الروح ديال هذوك كياثروا بزاف الناس اللي ما كيعرفوا يعني كتجيهم الشقيقه كيجيهم يعني الم في الراس الحريق كتجيهم بحال داك الضبابه في العين وما تيعرفوش مناش، ولكن يتفادوا هاد المواد الكيماويه ولا هاد الروائح اللي هي قويه اللي مجهده واللي يعني ماشي طبيعيه، راه الحمد لله تستقر يعني الحاله ديالهم، لانه شفنا بزاف ديال الناس اللي كيلوموا اللي كيتكلموا على المسك لا ما كيجيش معايا، وهذا ملي جينا لقينا المسك غير طبيعي يعني المسك اللي يعني طبيعي ما كيدرش كيعالج نهائيا يعني الريحه ديالو زوينه تتكون طيبه كيعالج وكذلك العود القمري راه كيعالج بحال دابا العود القمري الا شميتي يعني كترتاحي الذات ديالك كتنفس مزيان كتحسي، ولكن الا كان يعني داك المغشوش يعني من اشجار اخرين وهذا نهائيا كاين دابا ولاو كيديروا واحد كيديروا العود كيشبه ليه وكيشبعوه بواحد الماده يعني كيرشوه بحال كيسقيو المسك كيقول لك هذا راه العود، لا العود راه باين العود الاصيل راه باين، والناس اللي عندهم خبره في العود راه كتمشي عند مول الذهب راه كتلقى عنده العويدات بحال قهوي مفتوح شويه، هذاك هو العود الطبيعي كنديروه في الماء نشربوه، يمكننا نديرو عود واحد من العود القماري وكنديروه في قرعه ديال الماء ديال ليترو سخون حتى كيطلق مزيان ونشربوه. دابا نسولوا المستمعات ان شاء الله في البرنامج يتواصلوا معنا ويقول لنا اللي تعرف تفهم في العود القماري يقول لنا يعني الاصيلي باش نعرفوه يعني بحال الاصيل الحر غادي الحلقه المقبله غادي نديروا نتكلموا عليه ونعرفوه لانه هو فيه هو مزيان يعني يدار في الدار مزيان واحد يتبخر به هكا الشعر ديالو يعني في الجسم ديالو. نواصلوا دائما على ذكر بعثت لي ليلى ام ياسين تبارك الله عليها وجدات طلال الاظافير طبيعي ودارت فيه الثومه وصيفطاته لي واخا تبارك الله عليها. لا لا ليلى ام ياسين حاذقه ومجتهده مجتهده تبارك الله عليها كتلتزم حتى بالوصفات يعني تبارك الله اللي كتقدمي لنا في البرنامج ولا الشربات دائما كتحاول انهم مثلا تحضرهم وتشوف وصفات طبيعيه وكتحطهم في الموقع ديالها فعلا تبارك الله عليها والحمد لله راه تلميذه مجتهده دابا راه كتوجد دابا راه كتوجد على اساس ان شاء الله يوم الاثنين نسقوا مع المستمعات كتوجد في انواع ديال الحليب اللي هما طبيعيين ان شاء الله اللي ماشي مصنع حليب اللوز كيفاش كيوزن الحليب الكركاع لانه عندهم فوائد كثيره ورفقت يعني حتى الاخصائي ديال التغذيه الدكتوره صابرين كنتكلموا على دائما على الفوائد ديال هاد الانواع ديال الحليب فهما مهمين بزاف واللي ممكن حتى ندخلوهم في وصفات طبيعيه وتجميليه وفي نفس الوقت يعني نشربوه ونستعنوا بالفيتامينات اللي فيه. معنا مليكه من مكناس. الو مليكه صباح الخير يا ليلى. صباح الخير لاباس عليك؟ لاباس بارك الله الله يبارك فيك بارك الله فيك علينا وعليكم مرحبا
الله يخليك بنتي، عندي واحد المشكل، انا ملي خلاقيت عمر المقص ما جاب الضفاري ما تيكبروش، وثانيا الضفر ما عنديش ليس بحال الضفر اللي كنشوف ديال الناس. عندي فيه الحفاري، خلقه بيه فيه الحفاري وما كيكبرش نهائي. ما عمرك شتي الطبيب؟ شفتو لي ديرماتو، عطاوني دي تريتمون، مي سي توجور لا ميم شوز. مي شنو تيقول لك؟ تيقول لك صافي غير يعني تزاديتي به وصافي. شنو تيقول لك زعما في التشخيص؟ قلت انا يمكن توحي ما هادي ولا ما نعرف، ما عمر المقص ما جا فيهم. واش الاظافر كلهم ولا غير واحد؟ دي كلهم ديال يدي ورجلي لا ميم شوز. فيهم شي حفاري الضفر ما غاديش نيشان داير الحفاري، مناش ما نعرف. عرفت داك. بالنسبه انا ننصحك الا خديتي واحد الفيرني طبيعي، خديتيه عطاتو لك الطبيبه؟ يمكن كانوا داروا لي هادي شحال در شريته ودرته. شحال هادي باش وقفتي العلاج؟ شحال ملي ما دار لي داكشي والو، من تسال لي التريتمون وقفت بحالاتي، وداكشي ما عنده حتى شي، ما دار لي حتى شي ريزولتا. شحال لاج ديالك؟ وانا ما كبيره 70 عام دابا. ما كبيره والو، راه تبارك الله مازال. شوف كتهضري وتضحكي مازال ان شاء الله تعيشي. ولكن راه ملي خلقيت وانا هكذا، ما عمر المقص الناس كيستعجبوه، ما عمر المقص ما جا فيهم. سبحان الله. يقدر يكون وراثي، حتى الوراثه. وهذاك الشيء قالت الوالده، قالت لي راه عندك كانوا جنب صبعانا. والمهم دابا نحاولوا نعاونوك شويه، ديري واحد الحمام من الاظافر ديالك ديال يدك ورجلك، ديري شويه الملح البلديه وشويه ديال النخاله وواحد تقريبا واحد جوج دروسه ديال الثومه في طرو ديال الماء طايب، ديريهم في واحد البانيو وديري فيهم اليدين ديالك ورجلين واحد المده ديال 10 دقائق، من بعد برديهم بالمبرد الخشبي ولا ديال الكاغط. وتكون عندك واحد البوز فيرني غديريه طبيعي، غتاخدي داك طلع الاظافر من الصيدليه يعني طبيعي، غتحكي واحد الضريس ديال الثومه والدهني، تقديري هذه العمليه جوج مرات في الاسبوع. ولكن الماكله حاولي تاكلي مزيان، خدي الخضار، خدي خرجي شويه الشمس، تاخدي الفيتامين دي. حتى الا ما كنتشي كتاخدي كتخرجي الشمس، حاولي تاخدي الفيتامين دي في واحد الوجبات، لان حنا الا كنعرفوا الفيتامين دي، كاين واحد الفيتامين، واحد النوع ديال الفيتامين دي كناخذوه كياخذوا الجسم من التغذيه اللي كناكلو، كاين اللي كياخذوا من الاشعه ديال الشمس. يعني خدي الحوت بكثره، خدي الفواكه، خدي صفر بيضه بلديه لان فيه واحد النسبه ديال الفيتامين فيتامين دي، وخدي الطحالب البحريه يعني بعض النوع ديال الاسماك. وعاد بالاضافه بما انه يعني هي تزادت به الحمد لله ما اثرش عليها، يعني ما عندها حتى شي مشكل صحي في الضفران ديالها، يعني هما مزيانين، خاص غير يعني في الشكل ديالهم ربما اللي مثلا تيبانوا انهم ماشي عاديين، فكيف قلتي تلتزم بالتغذيه يعني تبقى تبردهم مره ودهنهم بهذا الفيرني اللي عطيتها، ومره دير عصير ديال خز وترقد فيه الصبيعات ديالها ودهن فيه الاظافر ديالها استمر في والتغذيه استمر. واخا مستمعات توصلت معايا في الواتساب كتسول هو عندها الماور طبيعي وكان دارت عليه زيت الكوكو باش بدات تمسح به الوجه ديالها. مزيان. هو جاها مزيان، هي قالت لك يعني كتمسح به مزيان، فغير بغات تسول على هذه الاضافه واش مزيان. مزيانه الورد البلدي وزيت الكوكو طبيعي. واخا معنا مكالمه اخرى غادي ناخذوا معنا. امل، الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. الحمد لله، الله يبارك فيك. الحمد لله وخبير التجميل ولا حورية. بارك الله فيك. سلام الله، بارك الله فيك. الحمد لله. ولا حورية الله يخليك، بغيت نسولك على مخلف الشعر. كنت حلوة يا اختي. ما سمعتش. ما كتسمعوكش مزيان. ما سمعتكش. هذاك الكتكوت اللي حداك، هذاك الكتكوت اللي حداك ما خلاتكش تهضري. أمال. نعم. يلا دابا واخا. شوفي امال انا نرجعك للستوندار وخلي التساؤل ديالك واخا في الاخراج ان شاء الله، ويعاودوا تواصلوا معنا لانه صعيب ناخذ هذه المكالمه لانه ما كنسمعوكش مزيان. الكتكوت اللي حداها ما خلاتناش نسمعوا. تبارك الله عليها. دابا تلقاها نقولوا يا ساكته تبغى تهضر على التليفون. واخا معنا اميمه من الدار البيضاء. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله اميمه. الحمد لله، الله يبارك فيك. خالتي حوريه لاباس عليك؟ لاباس لاله، بارك الله فيك. عندي بزاف المشاكل وعرفت باش نبدا. يلا باش ما بديتش. باش ما بديتش بسم الله. عندي مشكل ديال الخزان ديال الحديد ناقص. اييه. وعندي مشكل ديال فيتامين دي. اييه. حتى هو ناقص، ولاطونسيون عندي ديما 7. شحال العمر ديالك؟ شحال 20 عام. بالنسبه للفيتامين دي ما كتخرجيش للشمس؟ وكنخرج كنقرا زعما كنمشي في الطريق كنشوف الشويشه. ما عرفتش علاش عندي ناقص 13 ديما 13. اللون ديالك كي داير؟ سمر ولا بيض؟ انا سمراء. هي غالبا اللون السمر دائما كيعاني من لومونك ديال فيتامين دي.
حنا كنعرفوا هذا المشكل لان لا ميلانين كتكون بواحد النسبه عاليه في صحاب البشره السمراء وهذو كيعانيو بزاف من نقص ديال الفيتامين دي. هنا كننصحك شوفي حاولي تاخدي الماكله اللي فيها الفيتامين دي. خدي الاسماك بكثره، خدي البيض البلدي، خدي الدجاج البلدي، خدي البطاطا الحلوه. يعني هذه المسائل كلها تكون عندك في التغذيه، وديري هذا العصير اللي عطيت في البدايه ديال الحصه اللي فيه الباربه رائعه. عندك الباربه بالنسبه لتساقط الشعر؟ الا عندك لومونك ديال فيتامين دي راه غيكون عندك تساقط الشعر. لان اللومونك ديال داك اللومونك ديال فيتامين دي كيدير تساقط الشعر. حاولي تصحي النظام الغذائي ديالك، ودائما انت عندك علاقه مع الطبيب ديالك كدير استشاره طبيه، وحاولي تشربي الماء بكثره، حيدي عليك النرفزه. عيشي اللحظه ديالك، ما تبقيش تفكري في المرض ولا تفكري بان راه ما غيكبلش الشعر ولا لا. ديري واحد تثبتي بالامل، ولان اي حاجه عندها علاج. واستمري في التغذيه السليمه ديالك فعلا. خدي الاسماك، خدي ديري حركات رياضيه في الدار، شربي الماء بكثره، ونصحك ديري هذا العصير اللي ذكرت في البدايه ديال الحصه لانه هو رائع، وكثري بزاف من الاسماك، خدي الاسماك بكثره. وعلى العموم يعني ان شاء الله تسمعنا في الحلقات المقبله ومع اخصائيه التغذيه الدكتوره صابر الشيخ، غادي نتكلموا نيت على يعني المواد الغذائيه كيف ذكرتي، وتشخيص كيفاش تيكون، والعلاج ديال هذا النقص في الحديد والنقص في فيتامين دي. دابا غالبا اخت سناء كتقول لك شي وحده كتقول لك انا عندي لومونك ديال فيتامين دي، راني كنخرج في الشمس وما ما كنستافدش. انا كننصحهم الفيتامين دي لما كنتي كتاخديه من الشمس راه تاخديه غير من التغذيه ديالك، بعد ما ديري واحد التحليل شامل على الجسم ديالك، وكتركزي على الفيتامين دي. الا كان عندك ناقص غتحاولي تخرجي في الشمس، وغتحاولي تاخديه في المواد، يعني الجسم كياخذو من المواد النباتيه اللي كناخذوها. يعني كاين بعض الجرجير، عندنا الباربا، كاين الجزر، وخاصه داك الخضار اللي كتكون فيها داك داك الورق ديالها ما نلوحوهمش لان غنيين بالفيتامين دي. الا خدينا الجزر بديك الورقات ديالو نطيبو نديرو بقوله، نجمعو داك ديال اللفت وديال البربه وهذا ونديروهم بقوله، نطيبوهم شويه ديال الثومه ونزودوهم مزيان. يعني ملي كنضيفو لهم الثومه راه كنزيدو لهم اليود، كنزيدو لهم الكبريت، كنزيدو لهم بزاف ديال الحويجات. يعني كناخذو واحد الغذاء، واحد المكمل غذائي طبيعي 100%. بالنسبه للامل اللي كانت وصلت معنا دابا في التليفون، كتقول انه كتستعمل زيت النمل للتخفيف من الشعر ديال الجسم، فهي كتسول واش تكمل فيه، يعني واش مزيان، واش فعلا كيخفف ولا لا. انا شخصيا كنا تكلمنا عليه شحال هذه على زيت النمل، لانه انا شخصيا ما كنامنش بزيت النمل، لان المشكل ملي كيكون في الشعر ولا في المشكل زياده الشعر على بعض المناطق في الجسم ديالنا، هذا كيكون مشكل هرموني، كيكون عندك مشكل الهرمونات، خص الطبيب اللي كيصحح هذا المشكل هذا، والتغذيه ديالك اللي كتقاد الهرمونات ديالك. يعني اما باش زيت النمل، في كاين هذا زيت النمل، وغالبا الناس كيتجروا في هاد الزيوت هذه، وربما ما كيكونش زيت النمل، كيكون شي زيت اخر، وكيقدر يعطي بعض الامراض على الجلد ديالنا. سيدتي كننصحك خذي الحاجه اللي كاينه في السوق، اللي معمول بها، اللي كاينه في الصيدليه، اللي كتشريها بواحد المكان يعني مضمون. ما ناخذش انا في المثال كيقول لك زيت النمل كيجي من واحد المنطقه معينه، لا سيدتي. عندك شفتي الشعر في المناطق، بعض المناطق في الجسم ديالك الغير مرغوب فيها، انا كننصحك من الاحسن شري استشاره طبيه، لان ملي كيكون الشعر زائد في بعض المناطق كيكون خلل هرموني، لان عندنا واحد الهرمون في الجسم ديالنا اللي هو البرولاكتين، ملي كيطلع عند المراه كيقدر يعطيها ظهور بعض الشعر على المناطق الغير مرغوب فيها، وحتى في الفتره ديال الحيض، لان ما بعد سن الياس وكينقص الهرمون ديال الاستروجين يقدر يعطينا كذلك بعض الظهور، بعض الزغيبات على بعض المناطق في الوجه ديالنا. ما نبقاوش نلعبوا في الصحه ديالنا ولا بالبشره ديالنا. واخا نكملوا معاك حريه، بالنسبه لموضوعنا دائما حول العنايه بالاظافر ديال اليدين والقدمين، نرجعوا بالنسبه للاظافر ديال القدمين وخاصه ملي كيكون فيهم الطفيليات، ملي كيكون داك الظفر غليظ، ودائما حمام القدمين، ودائما الثومه نحكوها، ودائما زيت الخروع يكون حاضر معنا. يعني الا خدينا غير زيت الخروع، اسمعي سيدتي، عندك مشكل في الاظافر ديالك، ديري دائما الحمام القدمين ديالك بالملح بلديه، بالشيح، بالقشور ديال البصله، بداك الوريقه ديال الجزر الفوقانيين، دائما نوعي وديري بانيو، يعني اللي درتي فيه مزيان، كديري فيه هيترو ديال الماء، وديري حمام القدمين، انت جالسه كتفرجي رجلك في داك الماء حتى كيبرد مزيان، وكتاخدي واحد المبرد وتحكي القدمين ديالك، ودهني رجلك بزيوت نباتيه، يعني حفاظا على داك التشققات اللي كتكون، وكذلك الطفيليات اللي كتكون على الاظافر، الشامبينيون. هنا كتاخدي واحد الخلطه اللي فيها زيت الخروع،
كتاخدي تقريبا قرعه صغيره ديال زيت القروع ونفسه ديال الماده الهلاميه ديال زريعه الكتان. الماده الهلاميه يعني نفسها مع زيت القروع. كتجيبي واحد جوج دروسه ديال الثومه كتحكيهم وتعصري غير الماء ديالهم، وكتاخدي معلقه ديال الشيح بعد ما طحنتيه مزيان، كتخلطي هاد المكونات كلها. ملي كديري حمام القدمين كدهني الاظافر ديالك بهاد المكونات هذه، وديري تقشر يكونوا ديال القطن من الاحسن. تجنبي طرأ الاظافر الا للضروره، الا كانت عندك شي عراضه ولا كانت بلاش بلا ما، الا كنتي غتلبسي الصباط بلا الصنداله من الاحسن يكون الصباط مهوي مزيان. ودائما تمسحي رجلك، وكل ما تجي تخرجي ترشيه بواحد بواحد المكون اللي هو كتاخدي قشور البرتقال وربطه ديال القزبر، قشور البرتقال وربطه ديال القزبر، كديري معها تقريبا جوج كيسان ديال المطايب حتى كيطلق مزيان، وكتضيفي معاه جوج معالق ديال زيت العود. جوج معالق ديال زيت العود، حنا كنعرفوا زيت العود غني غني بزاف بالفيتامين سي والفيتامين او، يعني كنضيفوا في هذا المحلول وكنبقاو نرشوا به القدمين ديالنا. حتى ولو ان خدامي في المتا في الاداره وعندنا هذا المشكل كنرشوا ونمسحوا بالقطن ونستمروا في هذا الرش هذا، لان علاج فعال هذا المشكل هذا. بالنسبه لهذا الشامبينيو دائما استشاره طبيه، ما نهملوش القدمين ديالنا، ما نمشيوش للمعاهد ديال التجميل المراكز ديال التجميل ونغطيو الظفار بالظفار مصنع ونزيدوا عليه طرق الاظافر، هذا هو الغلط. نخليو الظفار ديالنا يعيش ويتنفس وياخذ المكونات الطبيعيه احسن ما ياخذ مواد كيماويه. وحتى الصباغه يعني كاين اللي مثلا ما كتحيدش الصباغه نهائيا، يعني انت تصبغ تمسح تعاود صباغ عاوتاني لا صباغ لا هذا يعني خليو يعني تنفس تخلي الاظافر تنفس واحد السيمانه ولا جوج، وتعاون كيف قلتي بزيوت طبيعيه بهكا بالثومه مثلا، زيت الخروع زيت، زيت حمام القدمين تاهما مهمين بزاف مهم. وحمام القدمين ما يحتاج انه مثلا عندنا غير هذا المكون صافي ما كاينش ما غنديروش، كيف قلتي يعني ممكن اي حاجه اي حاجه القشور ديال الليمون قشور ديال الحامض كيف قلتي نتجنبوا المواد التنظيف، ما نديروش يدنا مباشره في مواد التنظيف. اللي عندي مشكل في الاظافر ديالي ندير دائما القفازات ونخدم بهم ونتعود عليهم، لان الا تعودت عليهم غنحافظ على يدي ونحافظ على الاظافر ديالي. رفيع دائما كنتكلم على هذه النقطه من شحال هذه، حتى المنظف فات يعني المصنعه هما ملي تي يعني تيتباعوا ما تيتباعوش باش نخلطوهم. حنا دابا حنا تبارك الله حنا واحد جديده يعني كنبغيو المنظف يتخلط مع هذه وكنبداو نبدعوا، يعني هذا راه كيعطي ريحه نخلطوه مع هذا كنمسحوا به، فالواحد من الاحسن ينقص يعني نعرفوا كيفاش نوظفوا المنظفات. وحتى المنظفات راه كنزيدوا لهم الخل الابيض وكنزيدوا لهم الحامض. دابا الحامض يعني ماشي الحامض اللي يمكن نستعملوه، فالحامض راه طالع شويه في الثمن وكنستعملوه في بزاف الاضافات، ولكن القشره ديالو فاش كنساليو منها ما كتلاحش، يعني كنديروه في ذاك السائل المنظف ديك الباطا اللي غسلوا فيها والخل الابيض حتى هو مزيان. هي احسن حاجه اخت سناء باش نحافظوا على ذاك المواد التنظيف ونحيدوا الحده ديال التاثير السلبي على الصحه ديالنا، نضيفوا الزعتر في يكونوا مطيبين. الا بغينا الزعتر مزيان كنديروا الزعتر يطيب ومن بعد كنكبوه في ذاك الانيه اللي عندنا فيها ذاك المنظف. الا ما نديروش كميه كبيره، يعني الا درنا في مثلا نص لتر فيه الماء ديال الزعتر نديروا غطايه ديال المنظف فقط راه كافيه باش دير الريحه، وكنعقموا في نفس الوقت الزعتر فحال هو ماده حافظه لذاك الماده اللي زدناها كيقتل كل المواد المضره اللي كاينه في ذاك المنتوج. هذه خص السيدات يديروها، وحتى في الغسل الاواني دائما زريعه الكتان والخزامه، يعني الا خدينا الخزامه واحد نص كاس ديال الخزامه ونص كاس ديال زريعه الكتان وغليناهم شويه وصفينا ذاك الماء ودرناهم في ذاك الانيه اللي غادي نديروا فيها مواد باش نغسلوا الموعن ديالنا، يعني كناخذوا ذاك جوج معلقات من المواد المنظفه ومع ذاك الماء ديال الخزامه وزريعه الكتان رائعين اليدين وما كياثروش بالسلك السلبي على فعلا. وملي نساليو يعني الشقاو هكا ونغسلوا يدينا نحاولوا دائما نديروا كريمه ندهنوا بها طبيعيه. راه تبارك الله عطيتي بزاف ديال الوصفات، وبالاضافه زيوت سواء كوك ولا زيت الزنجله ندهنوا به زبده الكاريتي. شوفي الا بغينا نديروا مرطبات سواء البشره ديالنا ولا اليدين ديالنا ونباتوا بها، من الاحسن تكون طبيعيه 100%، نديروا غير الزبده بلديه والعسل. الا درنا جوج معالق ديال الزبده بلديه ومعلقه ديال العسل الحر وخلطناهم بحال الكريمه ودهنا اليدين ديالنا والوجه ديالنا والشعر ديالنا، راه مرطب طبيعي وغادي يكون علاج جميع المشاكل. بعض البكتيريا الضاره اللي كتكون على البشره ولا على الفروه ديال الشعر كتموت بهاد المكونات اللي كاينه في الزبده بلديه والعسل الحر، خاصة اللي كتكون شي عسل هي هذيك. مستمعة كتسول يعني عندها المشكل ديال التجاعيد في البشرة ديال الوجه ديالها، وهي كانت كتستعمل الزيت الهندية ولكن للأسف ما عطاش نتيجة، هي لدرجة أنه قالت لربما يكون ماشي يعني من النوع الجيد يعني اللي هو طبيعي. فهي كتسول شنو ممكن تستعمل البشرة ديالها باش يخف لها من داك التجاعيد. هي الزيت الهندية أي زيت إلا ما عرفناش المصدر ديالو ما نديروش على البشرة ديالنا، خصو يكون طبيعي. بالنسبه للزيت الهنديه راه كاينه الهنديه دابا، تحاول تاخذ الهنديه
تاخذ واحد الكميه وديرها في في الخنيشه ديال المجمد ودير واحد 20 حبه ولا ثلاثه ولا دير كل وحده بوحده في داك العلب الصغيورين وكل مره تجبد وحده وديرها في الخلاط الكهربائي بحال المثلج وديرها في مع صفار بيضه بلديه وجوج معالق ديال زيت العود وتضرب مزيان هذه الخلطه وديرها على الوجه ديالها ضد التجاعيد وكتغذي البشره ديالنا. ولكن ملي كتكون الجفاف والتجاعيد راه هذه اشاره كتكون عندك ما كتشربش الماء مزيان ما كتاكليش مزيان عندك مشكل كتشرب شي حاجه معين بالفعل التجاعيد. لان شكون اللي كيعطينا النشوفيه؟ الخلايا ديال البشره ملي كيوقع فيها انقباض، يعني ملي كتكون فيها الافراط في الدهون راه كتعطينا الدهون، ملي كيكون فيها يعني ملي كتيبس ما كيبقاش فيها البروتينات ما كيبقاش فيها الماء، راه سي نورمال غادي تكمش وغادي تعطينا التجاعيد وغادي تعطينا الترهلات، لان حنا شكون اللي مشد البشره ديالنا؟ الطبقه الوسطى ديال البشره ديالنا، يعني الطبقه الاولى الا عرفنا كيفاش نحافظوا عليها، نحطوا عليها مواد طبيعيه، اقنعه طبيعيه، راه كتغذي الطبقه الوسطى وراه كتحافظ على ديك الخليه باش كتحافظ عليها، كتعطيها باش كتكوفرا يعني لوا بالبروتينات الطبيعيه مع التغذيه اللي كتكون، يعني الافرازات اللي كتكون خارجه من الجسم مع الاستقبال اللي كنعطيوها قناع طبيعي كتكون واحد المفعول جيد على الخلايا ديال البشره ديالنا. نتجنبوا اي حاجه اللي فيها مواد مصنعه نبيتوا على البشره ديالنا، نشربوا الماء بكثره، ناكلوا الخضار، ناكلوا الفواكه الجافه، يعني الفواكه الجافه ماشي نديروها غير في السفوف ولا مره مره، لا الفواكه الجافه تكون عندنا في المطبخ ديالنا. أيه. كل ما نديروا شي شوربه ونعودوا حتى الوليدات انهم يديو معاهم الفواكه الجافه انهم يستعملوها غير الزبيب. أيه. ما كيخليش البشره جافه حتى ملي يكونوا كيتفرجوا في مكياج ملي يرجعوا، يعني ملي كنديروا الدره قال لي راه مهمه بزاف ما تكون فيها لا اضافه لا والو، ويخلطوها مع شويه الزبيب شويه ديال اللوز، يعني هذيك الزلافه اللي غادي ياخذوا القليه تكون مخلطه فيها كل شيء. هادو كل مره كياخذ شي حاجه. وبالنسبه للزبيب كناخذوا جوج معالق ديال الزبيب الاسود، دابا العنب راه كاين نطحنوا العنب وندهنوا به الوجه ديالنا. دابا ملي هضرتي على التجاعيد كاينه الهنديه، وبغيت نقول لك راه كاين العنب راه دابا فيه فيتامين او، غني بفيتامين او الواحد يستعمله لانه كله فوائد، غني بالبروتينات الطبيعيه العنب، يعني الا خدينا واحد الكميه 10 الحبات ديال سيداتي غير ديري هذه العنب هذه الايامات واحد 15 يوم غادي تبشر لي تقول لي البشره ديالي ولات لي زوينه. شوفي سيداتي كثري من العنب كوليه، خدي خاص الناس اللي عندهم السكر يحتاطوا، تاخدي واحد 10 الحبات ديال العنب غديرهم في الخلاط الكهرباء، وخاصه ملي كتكون ديك الماكينه ديال العصاره راه رائعه، كتاخدي غير اللوجي ديال العنب كديريه في واحد الانيه ديال الزاج، كديري معاه معلقه ديال اللوز، معلقه ديال اللوز مطحون ولا معلقه ديال الكاوكاو مطحون، كديري معاه معلقه ديال العسل الحر ومعلقه صغيره ديال زيت اللوز ولا زيت ارغان، كتخلطي هذا القناع مرطب فعال للبشره ديالنا. بالنسبه كذلك للتليين البشره وحتى الاظافر، هادشي اللي عطيتاني يمكن لك دهني حتى الاظافر ديالك، كتاخذي جوج معالق ديال الزبيب، جوج معالق ديال الزبيب ومعلقه ديال الشوفان، جوج معالق ديال الزبيب ومعلقه ديال الشوفان، كتكبي عليهم كاس نص كاس ديال الماء طايب حتى كيطلق مزيان داك الشوفان وداك الزبيب في داك الماء، كتصفي داك الماء بوحدو، كتجيبي جوج معالق ديال الزبده بلديه، جوج معالق ديال الزبده بلديه، كنبقاو نرشوا داك الزبده بهاد المكونات ونعجنوا حتى كنحصلوا على واحد الكريمه خفيفه وجاريه، راك بها كنرطبوا البشره ديالنا. سيداتي الا درتي هاد القناع الاول وتبعتيه بهاد الخلطه ديال الكريم مرطب ليلي، راه غادي تعطيك بشره رائعه وصافيه وخاليه من التجاعيد ومرطبه بطريقه طبيعيه، والعصير اللي عطيه في بدايه الحصه لان عصير فعال. تبارك الله عليك حريه شويه، كنشكرك بزاف على كل هاد النصائح التجميليه اللي قدمتي لنا اليوم، مشكوره جدا. وموضوعنا حول عنايه بال يعني الاظافر ديال اليدين والقدمين. واحد التحيه لاختي مريم، نتمنى لها الشفاء العاجل. الله يشافيها ان شاء الله. وكتسلم عليك ومريم شويه في مدينه تفشاون، وتحيات شويه وكل سكان مدينه تفشاون. فعلا كنوجه لهم تحيه كبيره، نتمنى انك تكونوا على خير دائما. شكرا لك بزاف حريه شويه خبيره الشعر والتجميل على كل ما قدمتي لنا اليوم. شكرا لكم مستمعينا على حسن المتابعه والاستماع للبرنامج اللامولاتي، لكم تحيه وفاء فائز رفقتنا اليوم في الاخراج، صابر فندلم يا البكري في البرمجه الموسيقيه.